فكرة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فقرة جديدة من فقرات اليوم مفتوح على شاشة قناة صحة وجمال. الفقرة دلوقتي هنتكلم فيها عن حاجتين مرتبطين ببعض، إنه الحياة دايما مرتبطة بالمسرح والمسرح بياخد من الحياة، لكن لما يكون في حد هو ميكس ما بين عالم المسرح وما بين الحياة، وفي أهم حاجة أنا شايفها في الحياة وهي العلاقات الزوجية أو فكرة الترابط الأسري والتكوين الأسري، لما حد يكون بيربط ما بين ده وما بين المسرح، أعتقد أنه هيكون بيطلع عمل رائع، لأنه بيبقى لامس الناس، لامس ألمهم، لامس أوجاعهم، بيقدر من هنا يخرج بفكرة أو يخرج بإبداع أكبر. معايا النهاردة الدكتور أحمد هاني، ممثل ومخرج مسرح وخبير على خط الأسرة. مرحبا بك دكتور أحمد. يا مرحبا بك. كل سنة طيب. ربنا يبارك لك وانت صحة السلامة. قول لي بقى، ايه بقى موضوع مهم جدا انا عايز اعرفه؟ اتفضل. ايه فكره المسرح مع علاقات اسريه مع التدريب مع الاستشارات؟ تمام. كل ده جاي منين؟ يعني اللي عملت الميكس ده ازاي، وازاي الميكس ده بيخدم بعضه؟ طيب خليني الاول بس افرق ما بين الاثنين، ان المسرح عشق، يعني هنقول هوايه والواحد قدر ينميها بشكل كبير جدا، ولكن المسرح الحر بعيدا عن جزئيه الدراسه، بمعنى ان لما بتكون بتحب حاجه في ايام المعهد او الجامعه والكلام ده كله، كان الواحد بيحب وبيعشق المسرح ان هو يؤدي حاجه، بالاخص لما تجسد حاجه ليها علاقه بالمجتمع، فكانت دي جزئيه اولى. الجزئيه الثانيه الدراسه بقى نفسها، ان هو علم الاجتماع او اداب اجتماع، فكان تخصص في العلاقات الاسريه، كان الاول الواحد بيمشي بالمحبه كده بينه وبين الناس، في حته ان هو يصلح ما بين اتنين عايزين يرتبطوا فبيوفق ما بينهم، ان شاء الله يوفق راسين في الحلال. الله اعلم. ممكن يكمل وممكن ما تكملش. يدعو عليه او يدعو له. فجت بعد كده، في مثل شهير انا عايز اسالك قبل ما تكمل كلامك، يقول لك يمشي في جنازه متمشيش في جوازه. المثل ده بيعمل معاك ايه؟ مدى صحته ايه؟ والله انا كنت بجوزه ومهرب، يعني عارف ان هو اختفي من حياته. هو في ناس بقى بعد كده تجيلي استشارات او الحاجات دي بيبقى الحوار مختلف، لكن هو في الاصل كان الحوار بيبقى شرس شويه. يبقى العلاج عليك ولا عليهم؟ لا عليهم طبعا. عليهم. العلاج عليهم والاكل الاثنين كمان بعد التدبيسه. اكيد. فبتفرق شويه بقى لما جسد حاجه انا شفتها في حالات على الواقع، يعني او على المسرح، خشبه المسرح. من اكتر الحاجات اللي كان يمكن استاذنا يوسف وهبي زمان كان بيقولوا عليها، وما الدنيا الا مسرح كبير، هي فعلا اكبر كمان من الواحد متخيله. لو تمثيل صادق بيوصل للقلب فعليا، انا لو عايز اقول حاجه وتكون لمسه الناس فبتفرق كتير، فبتبقى ليها. مفيش سلام عشان كده. لا مش حلو. معايا محمد عماد. طب انت ليه مستقصدني؟ ممثل مسرح. لا خلاص مش عايز. طب خلاص. لا. لا اخدها عادي. اهلا بيك يا محمد، منورني. كل سنه طيب. حضرتك طيب. كنا بنتكلم انا ومحمد عن المسرح والاخراج والعلاقات الاسريه، ايه رايك في المسرح؟ ما جملوش. كده يعني؟ هو حد رائع فعلا يعني. في ايه بالظبط؟ شخصية كويسة، مرحة، طيبة، بيساعد غيره. ده في مسرحية جديدة ولا حاجة؟ نعم. في عرض كان فيه بس. ان شاء الله نرجع قريب باذن الله. ان شاء الله باذن الله. قول لي يا محمد، الموضوع بدأ معاك منين؟ الموضوع بدأ معايا من 2016. يعني كنا بننزل انا ومجموعة بننزل الشارع بكاركتر بليتشو. فتشدت له لما لقيت الناس مشدوده له اكتر، والناس بدات الابتسامه تترسم على وشها، فمن ساعتها قررت ان انا يبقى عندي بدله خاصه بيا، وان انا من وقت للتاني بنزل لوحدي في وسط البلد وهي مناطق مختلفه، بس بنزل بقى ببلياتشو الشارع. بلياتشو الشارع مش البلياتشو اللي احنا بنشوفه في السيرك. انا يعني بنزل بتفاعل مع الناس بشكل بانتومايم، الناس بتبدا تتشد، الناس بتيجي تصور معايا. بس كويس. ايه رايك في موضوع البلياتشو؟ هو شايف فكره حلوه في الشارع؟ والله المفروض تبقى في كل مكان، مش في الشارع بس، يعني برضه في الغرب دايما كانوا في المستشفيات او في الحاجات دي بيبقى متوفر، حتى هنا في مصر موجوده في 57 متوفر فيها شخص جميل جدا بيقوم بتجسيد الشخصيه دي علشان يمتع الاطفال والكلام ده. محمد من الناس الجميله اللي هي دايما كانت بتسعى في الخير، وان هي دايما بتحب تبسط الناس باي طريقه او باي وسيله، فدايما كان بينتشر زمان من فتره يعني كبيره، ومؤخرا في المسرح يعني دخلنا في عرض، كان العرض الكوميدي كان قام بدور ابن ابليس الكبير.
ابن ابليس الكبير؟ ابنه ابنه الكبير كمان ان شاء الله. ابليس كان طالع معانا على فكره قبل كده، كان كريم عاوز لو فاكره يعني هيتحرق دلوقتي. ايوه. فكان الهدف بيبقى سامي جدا ان هو يمتع الناس بشكل راقي جدا وفي نفس الوقت اخلاقي. عشان كده بقول دايما في البيت هتلاقي في اي بيت في الدنيا في شخصيه مرحه. البلوياتشو بيجسد الشخصيه المرحه اللي هي ممكن تكون الناس شايفاها غير سويه، مع ان اغلب التجسيد في السينما والمسرح او في الدراما عامه لشخصيه البلوياتشو بيبقى من جوه شخصيه حزينه جدا. يعني رغم ان هو كان في فيلم قبل كده الجوكر كان بيجسد شخصيه مقتوله ومدفونه من جوه. ايه احساسك يا محمد وانت بتشوف الناس مبسوطه او سعيده؟ يعني ايه اللي احساسك من جواك كده؟ احساسي من جوايا ببقى فرحان على فرحهم. يعني فرحان ان انا ربنا زرع فيا ان انا اللي بعرف ابسط الناس، فدي في حد ذاتها كانت بتسعدني جدا. يعني مين شجعك على ده؟ مين دعمك في ده؟ لا ما حدش شجعني، هو انا اللي كنت بشجع نفسي من اول ما زي ما قلت لحضرتك من 2016 لما كنت بنزل مع الجروب اللي بنزل معاه. فكانت الفكره بس كلها ان هم مش لاقيين حد يلبس البدله، فما كنتش فاهم، فلبست البدله لمليت تفاعل الناس فحبيت ده. فبدات ان انا اطور من نفسي ان لا ما دام انا ربنا زرع فيا ده واختارني في الوقت ده ان انا اللي ابقى الكاركتر ده الناس او فلا انا هكمل. هو ده جنب المسرح طبعا. كويس. في ظل الازمه دي بقى بتمارس هوايتك ازاي؟ لا في ظل الازمه دلوقتي دي ما مش هترجع راحش ينزل اصلا. في ظل الازمه دي حاليا بفكر في كام حاجه بس عن طريق فيديوهات بقى. فيديوهات بتعمل فيديوهات بتبسط فيها الناس بتشيرها الناس بتشوفها تكون مبسوطه. ايه رايك يا احمد في موضوع الربط ما بين التمثيل والواقع بجد؟ يعني فكره ان انت تنقل في المسرح، هو المسرح فقد دوره بشكل كبير عن زمان، لكن بدا انا شايف انه بدا كل شويه مدى بيبدا يرجع تاني ويبدا الناس تتفرج عليه تاني. شايف ان احنا عشان نطور دور المسرح ده وننقله بجد للواقع والحياه اللي احنا فيها، شايف احنا ممكن نعمل ايه؟ مبدئيا حته تبني الناس اللي هي بتقوم بالدور ده. يعني انا فلنفترض ان ممكن ده حصل طبعا من نقابه الممثلين ان هي فتحت للناس اللي هي بتمثل او بتقوم بادوار تمثيل حر، مش بس الناس اللي هي منتشره او تبع نقابه الممثلين او تبع المعاهد اللي هي خاصه بالتمثيل، لا ده فتحوا الامر ان هي اللي عايز ياخد ورشه تمثيل فبيقدر ان هو يدخل عن طريقها. يمكن الامر صعب شويه على الناس اللي هي زي حالتي سنا اكبر شويه. مش صعب ولا حاجه، في ممثلين كبار انا بداوا متاخر اصلا، يعني بيومي فؤاد مثلا على سبيل المثال هو بدا ظهوره متاخر جدا يعني، بس اشترك بدري يعني اشترك هي النقطه معانا بقى كده. المخرج خالد جلال في مركز ابداع، احنا اهتمينا اكتر بالدراسه اللي هي العلميه او يمكن انا بتكلم عني بشكل شخصي، ركزت على الدراسه العلميه وسبت شويه المجال ده. لما بدات ارجع له تاني فبدات ان انا اجسد الحالات اللي هي جوه البيوت بشكل تمثيلي ويكون واضح وصريح بحاجات يمكن غيري بيخجل ان هو يقدمها، مش خارجه عن الادب والاخلاق، مش معتاده كفكره. الخلافات اللي هي بتدور في البيوت، يعني لو جبت قلت مثلا نظريه البخل دايما بتتقال بشكل كوميدي او بشكل ساخر، لكن لو جبتها بالواقع الدرامي بتاعها بتبقى مؤلمه شويه. يعني لو واحد او واحده بخيله، ويمكن ده انا قلته كتير، فلنفترض يعني كان في مره في بيت ومعزومين، يعني لو شافني بقى ربنا ييسر. لا قول. معزومين عند واحد صاحبنا، فالمهم طلبنا، انا من النوع الصريح شويه وانت عارف ده، يعني لما بكون في اكل او شرب بتكلم في الاكل والشرب تحديدا. فجيت طلبت ان عايزين نتغدى يا اخي، يعني احنا بقى لنا ساعتين ثلاثه قاعدين، فبقول له كده يعني نتغدى يا اخي انت سايبنا، وظروفه تسمح وكل حاجه بس هو بخيل ما شاء الله. لا مش هو الزوجة ما شاء الله فهي مش قاعدة معانا، هو احنا قاعدين كشباب مع بعض. فبقول له يا اخي يعني اعمل كده، فهي بشكل صريح دخلت وقالت له حالا الاكل هيجهز. لك ان تتخيل الاكل كان ايه والحلو كان ايه والعصير اللي اتقدم ايه، يعني عايزك بس تتخيل كده معايا، يعني حاول كده حاول كده. حاول لان انا صعقت، وبعدين انا كل ده في مقلب. لا في حلو اصلا وعصير وكلام ده. اوه طبعا قول الله. تخيل يعني اجابت مخلل ولا كل واحد يا ريت اجابت لنص نص ساندوتش فينو اللي هو اللي يعتبر بصل بالكبده، يعني عارف اللي هو بصل شم ريحه الكبده، ف بصل بالكبده تقول لنا عامله لكم كبده اسكندراني تحفه،
فده كان كل واحد نص ساندوتش فينو. فالمهم يعني لا هي ممكن ناخدها من وجهه نظر ثانيه يا بس عشان الصحه العامه يا حبيبي لو عرفت اللي بعده طب نكمل نكمل. انا افتكرت ان كل ده مقلب يعني انا كل ده مش متخيل دي العينات انا مش متخيل ان ده بجد فقلت لهم طب خلاص يا جماعه طالما احنا اتغدينا الحمد لله وشبعنا ناخد الحلو بقى. تخيل ايه الحلو برضو يعني عايزك بس توصل باعلى خيالك كده. كان عباره عارف انت الهوهوز والتوينكز وبتاع فجايبه نص واحده كده ونص واحده كده يا جماعه اللي بيحب شوكولاته ياخد واللي بيحب كريمه ياخد من دي. فكل ده انا متخيل انه تهريج يعني انا كل ده ماشي معاهم والله وروعه انا بتكلم بجد بقى كدعابه شويه. وقالت لا لازم تشرب عصير تحب ايه برتقان ولا مانجا فانا فضلت ايه يعني بالمنظر ده هاتي البرتقان اضمن وارخص. انا قلت ايه كده خلاص إيه الحوار يعني الدعابه تكمل بقى فتحط عارف العصير اللي هو اللي بيتعمل الباودر ده ولا اقول تانك. اسمه تانك بس يمكن معلقه على 3 لتر ميه يعني اللي هو واخد لون وما فيهوش سكر فبشرب فقلت له بص انا قبلت التهريج في كل حاجه يعني انت عملت الا العصير الصبح الا العصير انا عايز اشرب عايز اكل عايز حاجه بجد بقى. فقال لي هو ده قلت له هو ده ايه قال لي والله انا وش منكم في الارض بس سامحني. فراحت هي رده من جوه بتقول لو مش عاجبهم ياكلوا بره. فقلت له هو بعيدا عن الرد اعمل مش سامعه بس ده بجد انا كل ده فاكر مقلب. قلت له جسدت ده بقى مسرحيا والله عملته ابشع من ده. انا حاليا بجهز ان شاء الله ربنا ييسر كده الفتره اللي جايه مسرح يرجع ساري سكتشات يعني حتى مش شرط مسرح يبقى عباره عن زوج وزوجه او اب وابنائه او هكذا يعني اللي هي الشخصيات اللي موجوده جوه البيوت ان هي تتجسد في اطار الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها في العلاقات الاسريه بحيث تبقى ظاهره وباينه للناس. يعني مثلا حاجه وحضرتك اتكلمت فيها قبل كده انا شفت لايف لحضرتك عن العاده السريه مثلا من ضمن الحاجات الجريئه جدا اللي محدش يقدر يتناولها ولا يقدر ان هو يقدم ليها علاج. ازاي بشكل تربوي يقدر الاب او الام يراعوا ابنائهم في الجزئيه دي بالاخص وازاي التصرف بتاع الابن بيبقى واصل لهستيريا او واصل لمرض الممارسه للشكل ده وازاي احنا نقدر نعالجه ازاي نقدر نعالجه ساعتها ممكن يبقى حضرتك تتكلم معانا كلمتين اللي هو كنصايح في الاخر بس لازم يتقدم سكتش. كان في برنامج زمان الأستاذة كبيرة بس مش متذكر اسمها كان بتقدمه بشكل قوي جدا اسمه برنامج حياتي. حياتي ده كان بيجيب المشكلة ويبتدي يقول حلها او يناقشها بعدها وده اللي انت بتعمله في المسرح دلوقتي حاليا المشكلة وعلاجها عشان تلمس الناس وحالات اكبر والله يعني كمان جدا جدا. طب نسيبنا بقى من البخل ومن الست البخيلة دي حلو ومن البخل ده محمد ايه اللي انت ممكن تعمله دلوقتي يرسم البسمة مش بس على وجوهنا. تعرف الحالة النفسية اللي الناس فيها دلوقتي متأزمين ومحدش بيخرج والناس قاعدة في البيت ومحدش طايق أصلا اللي جنبه بسبب الأزمة اللي احنا فيها وإنه الناس ما بقتش متعودة أو ما كانتش متعودة إنها طول الوقت قاعدة في البيت وخاصة في العيد. عايزين بقى نرسم بسمة كده على وجوه الناس ممكن نعمل إيه؟ نلعب مع بعض يلا نلعب. لا بص أنا هتفرج العبوا مع بعض هو يلعب لوحده. طيب انا ما اقدرش العب. ما فيش ميوزك صح؟ ما فيش ميوزك. ما فيش. ما تفرق. المرة دي هاخدها المرة دي هاخدها. ده بيعبر عن ايه او بيجسد ايه؟ دي بتجسد ان المفروض ان دي كورة او بالونة بس المغناطيس هنا بيلعب لعبته ان انا بحاول اشيلها من الارض فالمغناطيس بيشدها. بحاول ان انا اشدها لما المغناطيس بدا هنا فانا بحاول اشدها ليا افصل عن المغناطيس المغناطيس هو اللي بيشدني وهكذا العكس. دي بقى لما بتعمل بقى بالتصوير البطيء بتدي ايحاء او احساس اكتر. الاطفال بتتشد الحاجات دي بتحس ب
يعني الاطفال عامه بتتشد ليا اول ما بيشوفوني بالبدله. او ماشي دي رقم واحد. اي حد هيتشد للبدله. لا انا بتكلم على اللعب والكلام ده بالطريقه دي بالفكره دي بيتشدوا لها في سن معين ولا بشكل عام؟ لا خلينا نقول ان هو في سن معين. وممكن نقول مثلا بدايه 5-6 سنين فيما فوق. كويس. ده يمكن كمان عشان هو بيتكلم دلوقتي فالطبيعي ان هو بيبقى فيه زماره معاه. فين الزماره؟ مفيش زماره؟ هو دخل عمل فرح. نبدا بالزماره. ورينا حاجه بالزماره كده. ورينا حاجه بالزماره. نلعب انا وانت. اتفضل كورونا. يا كورونا. كورونا معنا كورونا. خلاص كده بيقول لك انت تمام يعني. تمام. الساعة كام؟ احنا خلاص 10:30 وربع. وربع. لا وربع. لسه باقي 5 دقايق كمان. لا. الاسئله. عايز اقول لك كان بيعمل مقالب رهيبه مع الناس في الشارع وما شاء الله كان اكتر حد بيتضرب يعني يروح كده يقعد. مش ينفع اضربك على الهواء. بيكونوا بياكلوا ولا حاجه لو بعد البرنامج. كان الحاجات اللي انا بعملها مقالب في الشارع البالونه ممكن ابقى بحطت هنا بلالين كتير وطول ما انا ماشي في الشارع بطلع البالونه طبعا قبل الكورونا. صادفني كذا مره ان وانا بنفخ البالونه وكان هنا في اكتوبر اللي انا فاكره فنفخت الشاب اللي واقف بقى وما شاء الله عليه يعني من الشباب اللي بتعكس كتير وكده بتعكس ما تكسفش قول شاب بيعاكس بس فقمت نفخ البالونه ورحت مديها له وبقى طبعا هو عمال يضحك وبيسخر مني فانا قلبتها العكس ايه بقى انا نفخت البالونه اديتها له فوقف مع اصحابه عمالين يسفوا عليا فكان معايا دبوس لفيت من غير ما اخد بالونه تفرقعها فبعد ما كان بيعاكس بقى وفارق نفسه فيها بقى هو صوت سويته يعني الدنيا بقت دم يعني في بنت اللي صوتت كده لدرجه الناس كلها بصت بس اصحابه بقى اول ناس بقى بيضحكوا عليه طب وضربته ولا الموضوع ده عدى على خير؟ لو ضربته انا بروح اديته بالونه ثانيه بقى خايف اخدها فخلاص بقى طمنته اللي هو هتاخدها وتعمل حاجه. ضربت قبل كده؟ لا الحمد لله. في حد حاول يتعدى عليك او يضربك؟ لا هو كان اللي بيتعدوا بيعترض باللفظ. في ناس بتعدي تبص من فوق لتحت. يعني زي ما في ناس ما بتبقى مشدوده ان دي حاجه حلوه. في ناس بتعارض. انت شايف انت بقى من جواك حاسس ايه لما حد بيقول لك كلمه او بيضايقك او كده؟ لا انا ثقتي بتطلع من جوايا انا. فراي الناس ما بيهمنيش في حاجه. دي بص دي اهم جمله اتقالت في الحلقه النهارده انه البني ادم بيجيب ثقته من جواه مش من الناس اللي حواليه بالظبط يعني هو طول ما هو واثق في نفسه الناس بتشوفه بنفس الطريقه اللي هو شايف نفسه بيها دي نقطه مهمه جدا حضرتك عارف استاذ جمال الشاعر طبعا اكيد طبعا كنا هو عنده في بيت الشعر اللي هو في وسط شارع المعز اللي هو في الجماليه في مسرح قصاد البيت فاحنا كنا قدرا كده موجودين يعني في قلب المكان وكنا عاملين حاجه لذيذه قوي بنبسط بيها الناس قلنا نعيش التراث نوزع عارف انت شربات الورد بتاع زمان ده وبدانا ان احنا نوزع على الناس وبدانا ان احنا نتعامل بشكل لذيذ قوي فكانت الناس بتتعايش معانا اللي هو برعب الاول قلت لهم كل واحد هيوزع الكوبايه زي دي وفي نفس الوقت كان الحوار بالنسبه لهم ان لازم يبقى يشربوا العصير ده ويبتسموا فكان الحوار كوميدي كده شويه يعني ان اصلا تقدم لحد حاجه يشربها فكان يبقى شاكك فيك ان انت بتقدم له حاجه مش طبيعيه الكلام ده يمكن من سنه ولا حاجه فلما وصلنا عند بيت الاستاذ جمال اللي هو بيت الشاعر اللي في وسط البلد فبدا ان هو يفتح لنا المسرح قال لنا لو حد فيكم بيقدم حاجه كانت المجموعه كلها كنا مسميينها تنميه مصر وقتها ان احنا بنطبق التنميه الذاتيه في قلب الشارع ازاي انك تخلي الناس مبسوطه وسعيده وفي نفس الوقت ان هي بتتجاوب معاك بتستفيد حاجه بشكل تربوي بشكل اسري علاقه الراجل بمراته الشكل اللي جوه البيوت يمكن اتقالت بدعابه الفتره الاخيره بس هي قواقع اصعب بكتير يعني ان هو ان الرجاله في البيت دلوقتي وضعها عامل ازاي والستات مش عارف ايه واتقالت بشكل ساخر وبشكل كوميدي لكن هي مؤلمه لان في
مشاكل زادت. طبيعة الرجل أصلا ما ينفعش يقيد، هي طبيعته علاقته بالخارج أكتر. يعني علاقته لو قعد في البيت ما ينفجر جوه، بيبقى كارثة بالنسبة للست وبالنسبة لنفسه قبلها. يعني بيبقى هو مضرور أكتر. كون إن أنا موجود في حتة ومتقيد كده ما ينفعش خالص. تخفوا عن الرجالة شوية المفروض. يعني انا حاسس ارحموا الرجاله يعني يعني خفوا علينا، احنا اصلا مش طايقين قعدتنا في البيت بالراحه. ضغط الشغل وفي نفس الوقت ضغط الفكر، لان الراجل اصلا هو كائن عقلاني، يعني دماغه شغاله 24 ساعه. فطبيعته طول ما هو قاعد في البيت تخيل بيعمل ايه. يعني مش قصدي نصيحه قد ما هي حاجه احنا استفدناها وشفناها في حاجات كتير. الغرب بيستفيدوا من قعدتهم في البيت ان هم بيبتكروا، بيعملوا حاجات جديدة بالنسبة لهم. وده السؤال يا اتفضل. في الأزمة دي قاعدين بقالنا فترة، إيه اللي انت ابتكرته عملته دلوقتي أو اللي انت ناوي تعمله بعد كده عشان نختم بيه الحلقة؟ حلو قوي. طيب أنا عملت حاجتين وإن شاء الله يمكن الفترة الجاية هيظهروا جدا بإذنك يا رب. يعني حاجة اسمها أكاديمية الإلقاء. ازاي ان انا ادرب الناس ان هم يتكلموا، النبرات الصوت، الادوات اللي موجوده في الكائن البشري ده ازاي يخرجها ويستخدمها. كل واحد فينا عنده رساله ربنا خلقه بيها، المفروض يظهرها للناس ويطلعها للحواليه. فابعد عن الاكتئاب خالص، لان خير هنا امر بعيدا عن اي حكومه واي دوله، لان العالم كله بيمر بنفس الازمه. فيا اما تتعايش باللي انت موجود فيه وتفكر انك ازاي تبقى متعايش معاه وتنتج، يا إما تقعد ملومة محصورة وتتعب نفسك أكتر. فكان من ضمن الحاجات دي ألعاب للإلقاء، إزاي مرن صوته، إزاي مرن نفسه على النفس الطويل، إزاي إن هو يستخدم نظرات عينيه بأدوات جديدة وألعاب جديدة مختلفة. ده كان جزء. الجزء الثاني قدرت أتعلم حاجات في الهاند ميد كتيرة جدا. يعني من ضمنها إن أنا مثلا أحول أجندة أو كشكول لبيت، شكل بيت. يمكن في حاجات كتيره منتشره ولو الناس تدور عليها موجوده جدا، اللي هي عارف الستيك اللي هي العصايه بتاعه الايس كريم، موجود منها ادوات كتير يقدر يعمل منها حاجات كتيره جدا جدا جدا، سعرها بسيط وفي نفس الوقت تقدر يعني تقدر تتعلم كل حاجه وتقدر تبتكر في الحاجه اللي انت بتحبها في البيت في وسط الازمه دي. ده بالاخص للرجاله. بنتكلم على الرجاله. لان الستات كده كده عندها مهام كتير جوه البيت، تقدر تعملي مطعم خاص بيك يعني تعملي استوديو تصوير للاكل لو انت شاطره في حاجه معينه تقدري تعمليها. في التوضيب والترتيب تقدري تعملي حاجه جديده. والتكنولوجي دلوقتي او السوشيال ميديا من اروع الحاجات، تتعلم حاجه جديده او ما الى ذلك، تستفيد من الفتره اللي هي ممكن تكون قاعده فيها في البيت جدا، ويبعد عن بعض. يعني يبعدوا عن ايوه. هم زمان انا نفسي جوزي يبقى معايا، اول ما ببقى معاها ما شفتش حد مبسوط. يعني الكورونا احلى مع جوزي، القعده في البيت مفيش كلام. انا اعرف انا حضرتك لسه ما اتجوزتش صح؟ الحمد طيب لله. انا هسالك سؤال، لو انا جيت قلت لك انت اكتر حاجه بتحبها في الدنيا ايه؟ كاكل او شرب او كاكل؟ مثلا يعني مثلا في الحلويات في لا انا هتكلم عن انا بحب لحمه المعيز. جميل، اللي هي النيفه اللي بيتقال عليها. حلو قوي. انت اخترت حاجه تعبت اعصابك. هي دي. لو جيت قلت لحضرتك ان انا كل يوم من دلوقتي لحد نص شهر 6 كل يوم افطار غدا عشاء هاكلك النيفه دي، هتزهق منها؟ لا مش هقدر. خلاص، يبقى انا حتى لو انا بحب مراتي او هي بتحب جوزها وفضل قدامها طول اليوم بحبك 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 بحبك، عامل زي بندول الساعه كده، يعني هيبقى ملل. عايزين شربه ملح بعد الكلام ده علشان يقدر يعني حتى عايز تقول الحاجه الحلوه حتى لو استمرت على طول بتجزع النفس، ما بتبقاش هو فايده لينا. مصائب قوم عند قوم فوائد. يعني هم هيرجعوا لنا كخلافات، بس انا بتكلم انك في الاصل مش محتاجه حد. اي حد في الدنيا مش محتاج حد يستشيره علشان يعدل له حياته. انا اعمل انفصال جزئي، يعني لو هو بيقعد في الاوضه انا ما اقعدش معاه، لو انا عايز استمتع يبقى نشترك في حاجه سوا، العبوا لعبه جماعيه. في كتير قوي شفناه، ويمكن في فيديو لذيذ قوي بيلعبوا بالبكر المناديل بولينج، يعني بيحطوا ما شاء الله. يعني الناس عندها ابتكار. يعني الأجانب. الفتره دي الاجانب احنا يعني خلينا خدها كده. طيب محمد، يعني انا عاوز اختم، وقبل ما اختم عايز اسالك ايه اللي انت ابتكرته الفتره ديت، او ايه اللي انت ناوي ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه بعد انتهاء الازمه دي تعمله؟ تمام، بعد الازمه دي ما تعدي باذن الله، فناوي ان انا انزل تاني الشارع باشكال جديده، بالعاب جديده. بس حاليا زي ما قلت لحضرتك شغال ان انا هبدا انزل فيديوهات. لسه ما نزلتش ولا؟ لا لسه هنزل. لسه هتنزل. مين بيساعدك في التصوير او في الاخراج او المونتاج او الكلام ده؟ هو اللي بيساعدك؟ مؤمن بالفكره قوي. بيحب الحاجات دي قوي. انا يمكن من
هذا المنبر. من هذا المنبر تختم انت بقى. لا لا ما اقصدش والله. لا 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 من هذا المنبر يعني اختم اختم كلمتك. شو انت عايز تقول ايه؟ انا اقصد ان انا حابب اي شاب عنده هوايه وطموح وعنده الباور ان هو يعمل حاجه، انا مستعد ادعمه بقدر الامكان، يعني الامكانيات المتاحه او الادوات المتاحه عندي اقدر ان انا ادعمه في الجزئيه دي. محتاج ادوات يعني اخد منك مبادره دلوقتي ان اي حد بيتفرج علينا ومحتاج مساعده فنيه اجتماعيه نفسيه تقدر تعملها هتقدر تساعده مش تتاخر عنه. وحضرتك انت عارف كده كده المكان بتاعنا اصلا مركز فنون وبيتبنى الناس دي، يعني انا ناس تتواصل معاك جدا يعني ولو محتاجين حاجه وانت تقدر تعملها تأخرش. طبعا وانت عارفني كويس والله. اوعى تتأخر. باذن الله باذن الله ربنا يرفع عنا البلاء والابتلاء اللي هو في الحالتين اختبار قوي من عند ربنا، وباذنك يا رب هنعدي منه على خير ان شاء الله. والفتره اللي جايه انا واثق ان هي هتكون احلى وافضل بكتير، لان كلنا هنكون خرجنا من 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 ضغطه شديده، عرفنا قيمه الحياه عامله ازاي. فالواحد مش هيعيش مرتين قد ما هو يقدر يستمتع بحياه بسيطه سهله مش محتاج عنف. دكتور احمد هاني ممثل ومخرج مسرح وخبير اعداد اسريه بشكرك شكرا جزيلا. محمد عادل ممثل مسرح محمد عماد محمد عماد ممثل مسرح بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام في كل مكان، دي كانت الفقره اللي انا حبيت ابدا بيها النهارده. وزي ما بنقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول انه اللي بيرسم في العيد ابتسامه على وجه مسلم بيكون ليه جزاء كبير جدا. احنا النهارده حاولنا نرسم الابتسامه على وجوهكم وعلى وشوشكم، نتمنى او اتمنى ان انا اكون قدرت ان انا احقق لكم ده. نشوفكم الفقره اللي جايه. الفقره الجايه هيكون معايا الدكتور احمد الجيل استشاري جراحات القلب والصدر، هنتكلم عن مرضى القلب وامتى اعمل جراحات قلب حتى في وقت الوباء، وايه الاحتياطات او الاجراءات الواجب توفرها للناس اللي عندها مشاكل في القلب او الناس اللي هتعمل جراحه في القلب الفتره اللي جايه. نشوفكم الفقره الجايه ان شاء الله باذن الله، فانتظروا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين فقراتنا النهارده. هتكلم الفقره دي عن مرضى القلب. مرضى القلب في الطبيعي المفترض ان هم بيكون عندهم بعض الاجراءات الوقائيه والمفروض يلتزموا بيها عشان يحافظوا على سلامه قلبهم وعلى سلامه صحتهم بشكل عام. طيب في ازمه كورونا او في وباء كورونا في الفتره دي ايه الحاجات اللي المفترض يلتزموا بيها؟ ايه لو حد عامل جراحه، حد عنده مشكله في القلب، ايه المفروض اللي يلتزم بيه في الفتره دي بعيدا عن الفترات او الالتزامات اللي هو كان بيلتزم بيها؟ هيجاوب معانا النهارده على الاسئله دي وتفاصيل اكتر مع الدكتور احمد الوكيل استشاري جراحات القلب والصدر. دكتور احمد برحب بيك. اهلا بحضرتك. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. ومنورنا دايما على شاشه قناه الصحه والجمال. ربنا يخليك. كورونا ومرضى القلب الاثنين كده، يعني انا مريض قلب دلوقتي، حد مريض قلب، ايه اللي انا اعمله؟ انزل امتى؟ اروح امتى؟ اجي منين؟ اعمل ايه؟ يعني ايه اللي اتغير؟ مريض القلب بشكل عام، احنا في تخصصنا جراحة قلب، فعادة بتبقى المرض بتاعهم بيبقى شديد شوية. بيبقى عنده المفروض في برنامج معين للمتابعة مع الطبيب بتاعه، سواء كان هيعمل جراحة أو عمل جراحة. بيبقى عنده نظام غذائي ونظام للعلاج معين. بيبقى في أوقات معينة بيحتاج إن هو ينزل يروح المستشفى عشان يتشاف. كل ده بيتغير مع كورونا. يعني السير العمليه كلها بيتغير، كل طريقه التفكير في الحاله بيتغير. اولا كورونا بيأثر اكتر حاجه على القلب، يعني المريض اللي بيتصاب بفيروس كورونا اكتر حاجه بتتصاب واكتر سبب للوفاه فيه هو اصابه القلب. فلو المريض اصلا عنده مرض قلب بيبقى معرض اكتر لانه ياخد مضاعفات من كورونا. بمعنى ان هو نسبة انه يعيا اصلا بكورونا زي نسبة البني ادم العادي. العادي الطبيعي. لكن نسبة انه لو عي بكورونا يحصل له مضاعفات اعلى بكتير. كويس. وبالتالي فالاجراءات اللي احنا بنعملها عشان نقي المريض من انه يجي له كورونا هي اكتر بكتير، يعني ايه؟ يعني احنا بنقول التباعد الاجتماعي. الناس ما تقعدش مع بعض. وبنقول ان انت في التباعد الاجتماعي بتلزم البيت وبتنزل لو انت محتاج تجيب حاجه من السوبر ماركت، محتاج حاجه ضروريه، محتاج تخرج ضروري. عند الضروره، عند اللزوم. محتاج تجيب دواء.
مريض القلب ينصح انه ما يخرجش للثلاث اسباب دول. طب مين اللي يخرج؟ حد يخرج له يعني حد من قرايبه يكون سليم وشاب وجسمه كويس ما فيش فيه حاجه في القلب، هو اللي ينزل يجيب له متطلباته دي وهو على قد ما يقدر يتجنب الخروج من البيت والاحتكاك. الحاجه الثانيه مش مسموح له اطلاقا ان هو يتحرك بره حدود بيته من غير الكمامه. الحاجه الثالثه التغذيه بتاعته لازم تكون متوازنه جدا ويهتم بالغذاء الصحي. وزاره الصحه علشان تساعد المرضى دول نزلت تعليمات، كنا الاول بنصرف العلاج كل شهرين، العلاج المستمر الشهري، دلوقتي العلاج بقى يتصرف كل 3 شهور عشان يقلل من نزوله، عشان يقول له خليك مرتاح في بيتك وانا هسهل لك كل التسهيلات الممكنه انك ما تضطرش تيجي المستشفى. زي ما احنا عارفين ان المستشفى هي اكتر تجمع للناس المصابين باي مرض، فانا على قد ما اقدر بتجنب ان انا اتوجه للاماكن اللي فيها بتقدم خدمات صحيه علشان ما احتكش بحد تاني قد يكون مصاب. كويس. طيب يا دكتور احمد، دلوقتي كده احنا عندنا لو حد مريض قلب دلوقتي هو اكثر عرضه، لو جاله كورونا هيبقى اكثر عرضه لوجود مضاعفات صحيه لا قدر الله ممكن تؤدي الى الوفاه، وانا باكد على النقطه دي لان هو اصلا كده كده معرض دي للوفاه خاصه مرضى القلب. طيب يبقى ما ينزلش من البيت لو محتاج على حاجه، على قد ما يقدر، على قد ما يقدر لو محتاج حاجه حد ينزل له، يلتزم اجراءات الوقايه، كمامه والكحول بتاعه، يغسل ايده بشكل مستمر، ميه وصابون اهم حاجه، ميه وصابون، ما يروحش المستشفى او ما يروحش الاماكن اللي فيها اللي مضطر تجمعات، وخاصه تجمعات اللي بتقدم خدمات صحيه الا اذا كان في ضروره قصوى تحتم عليه ده. كويس كده. طيب ايه تاني اللي ممكن ننصح بيه مريض القلب لو تحديدا عامل جراحه قلب؟ مريض جراحه القلب قد يكون عامل العمليه في خلال الشهر اللي فات او في خلال الثلاث شهور اللي فاتوا او اكتر من ذلك. كويس. فتره النقاهه بقى. هنبدا بالاسهل اللي هو عامل عمليه بقاله اكتر من 3 شهور، ودول ماشي. معظم الناس ماشي. لان احنا الثلاث شهور اللي فاتوا من نص 3 معظم جراحات القلب ما بيتمش اجراها الا لو حاله طارئه جدا. اللي بقاله اكتر من 3 شهور وحالته مستقره ينصح انه ما يتوجهش لاي مكان لاخذ خدمه طبيه، يبعت حد يعمل الحاجه اللي هو محتاجها. طب انا بنزل اجيب حاجه دواء من الصيدليه، انزل ولا بلاش؟ ما هو ده برضه بيقدم خدمه طبيه. لا مفترض ما اخرجش من البيت، ما اخرجش من البيت على قدر المستطاع. كمان الكلام ده التعليمات دي كانت منزلها وزاره الصحه من نص مارس، التعليمات دي ساريه ولو كنا ملتزمين بيها قبل كده فاحنا لازم نلتزم بيها اكتر الفتره الجايه، لان معدلات العدوى بدات تزيد الفتره الاخرانيه ديت يعني. فبالتالي فرصه ان انت تقابل واحد حامل للمرض ومش ظاهر عليه اي اعراض زادت جدا الفتره دي، وبتزيد ومتوقع تزيد الكام اسبوع الجاي. اللي بقاله 3 شهور شخص عمل جراحه قلب بقاله 3 شهور، جمعيه القلب الكنديه نزلت توصيات للتعامل مع المرضى عن بعد. يعني ايه عن بعد؟ يعني حضرتك هتكلم الشخص اللي انت متابع، الدكتور او الطبيب المتابع معاه او عضو الهيئه الصحيه اللي انت متابع معاه بقالك فتره، اللي عمل لك العمليه او الناس اللي انت متابع معاهم بانتظام، اذا عندك مشكله هتكلمه، وهو بناء على مكالمه التليفون دي هيقرر هل انت محتاج تنزل تعمل تحليل في معمل بدل ما يجيبك المستشفى وتستنى عشان تعمل تحليل، لا تنزل تعمل في معمل وتبلغه بيه، ولا محتاج تيجي المستشفى عشان تاخد خدمه وتتقيم، ولا محتاج تيجي المستشفى او الرعايه المركزه تتحجز. الفلتره دي مهمه جدا. طب ايه الاختصار بتاع التوصيات الجمعيه الكنديه؟ الجمعيه الكنديه قالت اذا الحاله مستقره في الثلاث شهور اللي فاتوا، مفيش زياده ملحوظه في الاعراض، مفيش تورم زياده في الساقين، مفيش تغير كبير في وظائف الكلى في التحليلات، لو الكلام ده في اخر 3 شهور ثابت او بيتحسن فمفيش اي داعي للتعامل مع اي هيئه، يعني اي مقدم للخدمه الصحيه، بلاش تروح، بلاش تعمل اي حاجه لان انت حالتك مستقره. كويس. ومحاوله المزيد من الاطمئنان قد ينتج عنها المشاكل، المزيد من المشاكل التي انت في غنى عنها، اللي انت ممكن ان هي اصلا تبعد عنها اصلا بان انت ما تنزلش. طيب كويس. مين لازم يجي؟ هنقول بقى اللي ما يجيش خالص، ده اللي ما يجيش. طب دكتور احمد قبل ما نقول مين اللي لازم يجي، هاخد من كلامك ليه ما بتعملش جراحات قلب مفتوح دلوقتي او جراحات قلب عموما الا في حاله الطوارئ بس؟ طيب الجزء ده خليه نتكلم عنه بالتفصيل لان ده قصه، وهو انا شايف ان ده اهم حاجه نقدر نتكلم عليها النهارده، يعني كويس. ده السؤال الاساسي النهارده. كويس. ليه ما نعملش عمليه ومين لازم يعمل عمليه؟ تمام. ده السؤال ده الموضوع الاساسي اللي لازم نتكلم فيه. انا هقول بسرعه كلمتين ونيجي للنقطه دي. تمام.
اللي لازم يجي هو اللي عنده العكس بقى، تغيرات شديده، نهجان شديد، تورم في الساقين شديد، الم مستمر، ذبحه صدريه مستمره او يعني ما بتحسنش بالعلاج، تدهور جامد في الحاله، انخفاض شديد للضغط، حراره مرتفعه مع نهجان، ده لازم ينزل المستشفى. لخبطه جامده في ضربات القلب، ده لازم يجي المستشفى، ده ضروري ينزل المستشفى، لازم ينزل المستشفى حتى لو خايف. لان اللي حاصل ايه، ان في مرضى بقى خايفين بزياده، فبيبقى تعبان جدا ويقول القلب ارحم من ان انا انزل اخد احتمال اصابه بالفيروس. طبعا ده غلط، لان اذا وصلت لمرحله ان انا تعبان جدا فلازم طبيب يشوفني، لان القلب ذات نفسه ليه معدل خطوره عالي جدا. فزي ما حضرتك قلت من شويه ان هو اصلا مريض القلب عنده خطوره، فما ينفعش ان انا ازود الموضوع اكتر، خوفي من ان انا اتعدي يخليني اقع في مشكله ان انا اتاذي من القلب. فاذا في زياده في الاعراض، نهجان شديد، تورم في الساقين شديد، تسارع شديد في ضربات القلب، الم مستمر في الصدر، لازم اروح المستشفى. ده كده لازم يروح. وقلنا امتى ما اروحش؟ في النص بقى. النهجان بيزيد ويقل، بيقل يعني ضربات القلب بتزيد. في بقى تطبيقات دلوقتي موجوده، او انت تتعامل مع الطبيب بتاعك عن طريق التليفون، وهو بالتليفون بيقيم الوضع. في جلسات الكشف الاونلاين دلوقتي، الكشف المنزلي، ده سهل وبيبان، نقدر نعمله. ومعظم الناس بتطبقه دلوقتي، الخدمه دي متبعه، احنا على صفحتنا وكل الناس بتقدر تقدم الخدمه دي. حضرتك بتقدم خدمه الكشف الاونلاين من خلال صفحه الدكتور احمد الوكيل. تمام. فدي ما فيهاش مشكله. هو الهدف من الاونلاين ان انت كويس خليك في البيت، او لا حضرتك محتاج تيجي المستشفى، بس هو ده الهدف الاساسي. التقييم، عمليه التقييم قبل ما تنزل من البيت، عشان كويس. بس لو انا قدرت اتجنب مثلا ان 10 15 20% ما ينزلوش من البيت، انا كده انقذت ال 20% ده. كويس. نيجي بقى للسؤال، جراحات القلب ليه ما بنعملش؟ وضعها ايه؟ يعني اعمل مين وما اعملش مين؟ وزاره الصحه المصريه ومنظمه الصحه العالميه وكل جمعيات الجراحه، سواء جراحه عامه او جراحات متخصصه وبين ضمنها جراحات القلب، اوصت ان كل العمليات التي ينفع تاجيلها يتم تاجيلها. برضو ليه؟ لان عمليه، يعني انا هاجي مستشفى، هدخل رعايه مركزه، هبقى موجود في مكان فيه مرضى، اهلي موجودين في المستشفى بيعدوا بيزوروني، فانا كده بحط مجموعه من الناس لخطوره، او بعرضهم لخطوره ان هم يصابوا بفيروس كان ممكن ما يصابوش بيه لو ما جوش المستشفى. كويس. بنقيم الحاله على اساس ايه؟ نفس الوضع. اذا الحاله مستقره في الشهرين مثلا اللي فاتوا، والاصابه في القلب عن طريق القسطره او الموجات الصوتيه اصابه غير معروف عنها انها تؤدي الى الموت المفاجئ، وغير معروف عنها ان مضاعفاتها غير متوقعه وشديده، عاده بيتم تاجيلهم. زي مين؟ زي مثلا حالات ارتجاع الصمام الميترالي المستقره الشديد. ده ممكن يستنى شهر اثنين، مش هيجرى له حاجه. ثلاثه مفيش مشكله. حالات قصور الشرايين التاجيه، اللي هو يشمل ضيق متعدد في الشرايين ولكن ليس الشريان الايسر الاساسي. كويس. وليس ذبحه صدريه غير مستقره، اللي هو بيجي له وجع وهو قاعد بيتكلم. لو هو مش الاثنين دول، لا يقدر يستنى شهر. كل ما استنى كل ما يكون احسن، بقلل نسبه الاصابه لنفسه. ارتجاع الصمام الاورطي يقدر يستنى شويه مش قليلين. ثقب في القلب من النوع البسيط برضه يقدر يستنى، حتى لو في شويه ارتفاع بسيط في ضغط الشريان الرئوي والكلام ده نقدر نستنى عليه شويه. كويس. في مرضى بقى ما ينفعش معاهم الكلام ده. مين بقى دول عشان نختم بيهم؟ نهجان شديد. بياخد علاج ما بيتحسنش. طب ده يا اما هيتاذي جامد من مرض القلب، يا اما لو لقط اي برد عادي هيتعب جدا. فده لازم يتم اصلاح العيب اللي في القلب دوت عشان ياخد فرصته. والحقيقه التجربه اللي احنا يعني خضناها مع المرضى دول في خلال الثلاث شهور اللي فاتوا كانت كويسه جدا. يعني المرضى دول كانوا بيدخلوا وبيخرجوا كويسين جدا، ما حصلهمش لهم ولا اهلهم اي حاجه، ما فيش اي مشاكل الحمد لله. تمام. المرضى اللي عندهم الام غير مستقره في الصدر، مريض دخل الرعايه المركزه بالم في صدره او بنهجان وهو في الرعايه المركزه لقينا انه محتاج جراحه قلب مفتوح، وحاله القلب مش مستقر، لازم قلب مفتوح. فالحالات الشديده قوي اللي عندها اعراض شديده غير مستجيبه للعلاج، دول لازم يتعمل لهم عمليه وفي اسرع وقت علشان نقيهم من القلب. ما بقاش انا خايف من الفيروس فاقوم اقع في النار بتاعه مرض القلب، بيسموها كالمستجير بالرمضاء من النار. فما ينفعش انا خلاص ما دام في مشكله كبيره لازم ان انا لازم خلاص ناخد فيها قرار فيها. الخوف الشديد برضه في الحالات دي مش مبرر، ومهم ان احنا ناخد راي الجراح.
لان احنا كجراحين اكتر حاجه بتهمنا ان المريض بتاعنا يكون كويس. فانا لما بيجيني مريض يتكلم معايا، يعني احنا قبل العيد اشتغلنا حاله واجلنا اربعه، لان اللي اشتغلناه ده كان ما ينفعش ما يتعملش، ده ما ينفعش يتاجل وتنطبق عليه الشروط اللي احنا قلنا عليها. والتانيين بهدوء كده فهمناهم ان هم يا جماعه احنا لو قدرنا نستنى اسبوعين ثلاثه هيبقى احسن للحاله وما اعرفش ايه. الحمد لله هم استجابوا، وهم احنا متابعين معاهم تقريبا بيكلمونا كل اسبوع مره، الوضع مستقر واحنا زي ما احنا وبلغناهم. اذا في تغير او تدهور في الحاله احنا موجودين والمستشفى موجوده، نقدر نتوجه للمستشفى في اي وقت، يعني كلمونا هنجيبكم المستشفى ونقدر نعمل عمليه ثاني يوم الصبح. خلاص ده في حاله ان احنا مضطرين، اذا الامور سائت وبقى في ضروره تفاقمت وبقى فيها الاعراض اللي ما تنفعش ان احنا نعديها. في نقطه مهمه لسبب للتاجيل، ان بعد العمليات الكبرى عاده بيكون في اضعاف للمناعه بعد الجراحه، بعد التخدير وما بالظبط. فانا مش عايز اطلعه معاه نسبه ضعف في المناعه ما كانتش موجوده قبل العمليه، فياخد المرض وهو اصلا ما كانش معرض ليه، الا اذا كان لهذه الخطوره ما يبرر. كويس دكتور احمد، قبل ما نختم الحلقه نصايح في دقيقه واحده تحب توجهها لمرضى القلب واسرهم كمان. ثلاث نصايح. تباعد اجتماعي من النوع الشديد. لبس الكمامه في كل الظروف والاوقات، ملتزم بالكمامة ده مهم. مهم جدا. وخاصه مع زياده معدلات العدوى، احنا النهارده احنا مختلفين تماما عن شهر مارس. احنا ثلاث اضعاف. الحاجه الثالثه، اغسل ايدك بالميه والصابون باستمرار، الميه والصابون والاكل الكويس اللي بيسموه بنقول عليه الاطفال الهيلثي فود او الطعام الصحي. صحي. يعني ايه؟ اكل معمول في البيت، مسلوق لو مشوي ما فيش مشاكل، دهون قليله، سلطه، فاكهه، لبن، مهمين جدا جدا جدا، لان الغذاء المتوازن الخضروات طبعا، ما الخضروات اللي هي اقصد بها السلطه. ده الغذاء الصحي هو اساس بناء الجسم، وهو اول خط دفاع واهم خط دفاع ضد الاصابه بالامراض وخاصه العدوى الفيروسيه ومن ضمنها كورونا. دكتور احمد الوكيل استشاري جراحات القلب والصدر، انا بشكرك شكرا جزيلا. هاخد من كلام دكتور احمد لنوع من العلوم اسمه النيوتريشن سايكولوجي، هو علم النفس التغذوي، بيشير الى جزئيه مهمه جدا كان اشار عنها الدكتور احمد، وهي فكره ربط التغذيه بالحاله الصحيه. الغذاء اللي انت بتاخده هو المحرك الرئيسي لصحتك، فلو انت عايز صحتك تكون كويسه اتغذى كويس، مش بس عشان انت مريض قلب، عشان ما تصابش بمرض القلب او ما تصابش باي مشاكل صحيه. ولو انت عندك مشكله فانت اكثر عرضه للحفاظ على نظام غذائي جيد، والتزم بالاجراءات الوقائيه، خليك في بيتك انت واهلك، ما تنزلش الا اذا كان في ما يستدعي للضروره. الفقره الثالثه، دكاترة الأسنان كده كده احنا بنخاف منهم في الطبيعي، أزمة كورونا مخوفة الناس أكتر من دكاترة الأسنان، وإمتى يروحوا لهم وإمتى ما يروحوهمش، ده اللي هنعرف الفقرة اللي جاية مع دكتور عبد الله العيد أخصائي طب الأسنان. أشوفكم بعد دقائق. ورجعنا لكم مره تانية ومكملين فقراتنا في فقرات اليوم مفتوح على شاشه قناه صحه وجمال. طول الوقت وطول العمر زمان كلنا، او انا شخصيا كنت بخاف من دكاتره الاسنان، بخاف من الالم اللي بحس بيه، بخاف من ان انا اروح اصلا لدكتور سنان. دلوقتي في ظل الازمه دكاتره الاسنان المفترض هم اكتر ناس بيشتغلوا في اقرب حاجه ممكن تنقل فيروس كورونا. طب بيعملوا ايه؟ طب المرضى اللي بييجوا هل فعلا بييجوا هم عندهم الام ما ينفعش يقعدوا من غيرها؟ يعني حد عنده ضرس وجعه لدرجه انه مش قادر يستحمل او يكمل يومه فمضطر يروح، ولا بيروح كده؟ طب العيادات المفترض بتبقى متعقمه ازاي؟ تبقى شكلها ازاي؟ الالات اللي المفترض بتستخدم الدكتور ده المفترض يبقى ايه الشكل المفترض يبقى عليه من كمامه او وسائل وقايه ثانيه عشان تروح وانت مطمن، وامتى ما تروحش اصلا؟ كلمني معاكم النهارده في الجزئيه دي واحد من ابرز المتخصصين في مجال طب الفم والاسنان، الدكتور عبد الله عيدي. برحب بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. كل سنه وانت طيب. اهلا وسهلا. الاسنان كلنا بنخاف منها اصلا، ما اعرفش لوحدها. ما اعرفش ليه اسناني يبقى الم على طول. اسناني بقى الم، اسناني بقى الم، بس بخاف من دكتور الاسنان. شكلكم كويس وجميل وشايف الموضوع، وبقيت غيرت فكره الموضوع لما يعني بدات اشوف انه لا بقى في تقنيات متطوره اكتر، والناس بقت بتشتغل بطريقه فيها تقنيات اعلى. الدنيا طبعا دلوقتي الدنيا تقدمت جدا غير زمان.
بقى في اجهزه احدث غير الاول، بقى بنشتغل مثلا بدل ما كنا بنعمل حشو العصب بنعمله في 10 جلسات دلوقتي ممكن في جلسه او جلستين بالكتير، ومثلا لو بنعمل كراون ممكن لو احنا عندنا جهاز كات كام ممكن نخلصه في نفس الجلسه، او يعني ممكن نخلص الكراون او الطربوش في نفس اليوم، ما بنستناش مثلا بالاسبوع او بالمرتين او زي قبل كده. كويس دكتور عبد الله، الناس دلوقتي المفترض انه انتوا اكثر ناس الناس تخاف تقرب منكم. انت بتشتغل في اقرب مكان، احنا بننقل عدوى يعني لوحدنا قبل الكورونا ده. انا اصلا وانا داخل كنت اقول لهم عاوز كمامه هقعد مع دكتور عبد الله. خلاص قول لي انتوا بتتعامل ازاي مع المرضى او طبيعه المرضى اللي بيجوا لك في الفتره دي؟ احنا دلوقتي في منظمه الصحه العالميه ادتنا شروط او حاجات وقائيه بنمشي عليها غير بنحافظ عليها بدل الاول. مثلا ممنوع اول حاجه المريض بيجي لي بيبقى لابس ماسك وهو جاي لي، تمام. ممنوع اصطحاب الاطفال او المرافق عامه. تاني حاجه لوحده، هو لوحده ما يجيليش بقى هو ومثلا اخته واخوه الحاجات دي كلها، العدد هيزيد فالعدوى تنتشر. احنا عايزين بس واحد جوه الاوضه. بعد تالت حاجه بنقلل المواعيد او بنعمل لكل مريض ميعاد معين، بدل ما كنا بنجيب مثلا الدكاتره كانوا يجيبوا كذا ميعاد في نفس كذا مريض في نفس الميعاد، دلوقتي لا كل مريض بيبقى له ميعاد محدد بيجي فيه، وبنعمل على الاقل بين كل مريض ومريض ربع ساعه عشان نحاول نعقم الاوضه، لان هم قالوا دلوقتي ان الفيروس اصلا بيبقى موجود في جزيئات الهواء. تمام. والاوضه دايما بتبقى مغلقه، فما ينفعش ان المريض هيطلع يدخل المريض مكانه يلاقي اصلا فيروس موجود في الجزيئات بتاعه الهواء. كويس. دي الاجراءات اللي انت بتتبعها عشان تحافظ او عشان تحافظوا على نفسكم وعلى المرضى. ما هو احنا عندنا في طب اسنان عامه الانفكشن دي او العدوى بتتنقل من المريض للدكتور او من المريض للمريض او من اي شخص موجود في الغرفه. تمام. عن طريق الاجهزه اللي موجوده. انت بتشتغل في مركز نقل العدوى نفسه؟ ده لوحده قبل موضوع كورونا. اصلا يعني احنا بنشتغل لمرضى عندها يعني قبل كورونا هيباتايتس والحاجات دي كلها، فيروس دي والحاجات دي كلها. ده بيبقى موجود كمان في الابلكيشن بتاعكم، بتساله هل هو فعلا بيعاني من مرض او الحاجات دي كلها. فاحنا باول حاجه بنقلل بين مريض ومريض. تمام. تاني حاجه من المريض للدكتور او من الدكتور للمريض. من المريض للدكتور يعني انا عندي في عيادتي بخلي المريض يتمضمض بمضمضه هيدروجين بروكسايد اللي هي ميه اكسجين قبل ما اشتغل له، هي بتقلل شويه. تمام. لو في ميكروب، لو في ميكروب او في اي حاجه. انا بقى بحافظ على نفسي ازاي؟ بلبس حاجه اسمها سكراب، بلبس بالتو فوقيه، بلبس حاجه اسمها جاون. الجاون دوت بين كل مريض ومريض جاون المريض اللي بيتلبس فوق السكراب او بدل العمليات. وبلبس حاجه اسمها هيد كاب، وبلبس كنا زمان بنلبس اللي هو السيرجيكال ماسك اللي هو العادي ده. دلوقتي لا، احنا ما بقيناش لاقيينه او هو مش متوفر زي زمان او مضمون زي زمان، فلا جايبين دلوقتي الماسك اللي هو حاجه كبيره كده تحسني رجل فضاء. تمام. وبنلبس فوق منه حاجه اسمها فيس شيلد عشان نحمي نفسنا على كل ده. يعني عشان تشتغل الحاله لازم تبقى كل ده متوفر عشان تحافظ على نفسك وعليه، عليا وعلى المريض، عشان ما انقلش انا مني العدوى للمريض ده او لمريض بعد منه. بحافظ بقى من الاجهزه او على الاجهزه ان الاجهزه دي ما تنقلش لاي شخص موجود في الاوضه، لا الاسيستنت ولا المريض اللي كان موجود ولا المريض اللي كان هيجي بعده. كل الاجهزه بتتعقم بمحلول معين غير الكلور طبعا اللي موجود في كل البيوت. لا ده محلول مخصص للاجهزه دي، واجهزه نفسها الاجهزه دي نفسها بتتعقم، وفي حاجات ديسبوزابل بنرميها بعد كل مريض، وفي حاجات لا بنستخدمها تاني، بتتحط في الاوتوكليف تحت ضغط درجه حراره معينه في الجهاز التعقيم. تمام. بنحط حاجه اسمها رابنج اللي هو البلاستيك ده، بنلزق الاجهزه دي عشان اي حاجه انا هلمسها وانا شغال احافظ ان ايديا ما تنقلش اصلا عدوى على الجهاز، على المكان نفسه. لا انا بشيل الستريب دي او اللزقه دي وارميها وبعد كده بتضيع كل حاله والتانيه بعد. كويس. دكتور عبد الله، مين مريض جالك ولما اشتغلته وانت هو يعني المشكله اللي عنده حسيت ان انت ايه اللي جايبك يعني انت جاي تعمل ايه؟ لا وقته ولا مكانه ولا زمانه، انت يعني مين حسيت انت عايز تقوله كده؟ احنا في الفتره دي انا شغال عن نفسي، انا شغال طوارئ فقط. يعني ايه طوارئ؟ انا اي حد بيجي لي بالم انا المفروض ده واجبي عليا في الفتره دي ان انا لازم اخفف الالم عنده. لكن مثلا كان جاي لي واحد عايز يعمل هوليود سمايل في الفتره دي، ما شاء الله، يعني عايز يستغل الوقت، عايز سنانه تبقى بيضه بقى وجميل وكل حاجه، طبعا ما ينفعش. واحد جاي يعمل ازاله جير
مش وقته. ممكن اعمل لك ازاله جير بس لو انت محتاج فعلا. لكن احنا لك مشكله وقلق ده انا وانا اصلا في الايام العاديه وانا بعمل ازاله جير اصلا بيبقى في تطاير ميه وحاجات كتير للجير. فانا احنا بنحاول نخفف على نفسنا وعليكم. والناس جت استغلت الوقت غلط. هم قاعدين فاضيين فهم خلاص بقى انا رايح بقى اجمل في نفسي واظبط نفسي. قلت له ايه يعني اشتغلت بتشتغل الحالات لا دي ولا ما بشتغلش باجله بقول له حضرتك مش وقتك في مريض غيرك اولى بالوقت ده او اولى بالميعاد ده ما بتشتغلوش دلوقتي صراحه يعني حتى لو ده بيأثر عليك دخل حتى لو لو بيأثر عليا ده ماديا او بيأثر على اسمي لا انا انا بشتغل الحالات الطارئه فقط كويس لان إيه انا بحافظ لان يا دكتور خالد انا بحافظ على نفسي وبحافظ على المريض وبحافظ على عيادتي وبحافظ على اسمي كمان بدون بقى الرجوع الى فكره هكسب قد ايه او الكلام ده كله لا في جهاز دلوقتي كمان ده احنا عندنا دلوقتي جهاز اللي هو بيشفط الجزيئات اللي في الهواء كمان يعني عشان نقلل ان الفيروس يبقى موجود في الغرفه يعني قايم بكل وسائل التعقيم ومع ذلك ما بتشتغلش غير حالات الطارئه خايف على المرضى وخايف على نفسي كمان الاثنين يعني المريض على نفسي والطبيب المريض والطبيب كمان الاسيستنت عندي بقى هتروح يعني هي هتاخد عدوى من العياده هتنقلها للناس بره لكل دلوقتي اصلا الفيروس بقى منتشر جامد وممكن تلاقي عند يعني في ناس عندها الفيروس ومش باين عليها اعراض دي ده مثلا اسبوعين 10 ايام لما فيكون ما شاء الله خد جنبه مجموعه امتى المريض يبقى لازم يروح لدكتور الاسنان وما ياجلش في الفتره اللي احنا فيها دي عنده حاجه اسمها الريفرسبل بالبايتس يعني ايه الريفرسبل بالبايتس يعني الالم خلاص العصب وصل لمرحله ان ما بيروحش باي مسكن موجود خالص اعمل له التهاب اعمل له ارق اعمل له مش عارف ينام اصلا مش عارف يتكلم مش عارف يعمل اي حاجه بيصرخ من الالم كويس يعني انت شايف ان هو لو المريض مش قادر يستحمل يروح ده في حال ده لو راجل كبير يعني شاب زينا او كده لو طفل الاطفال طبعا ما بيستحملوش ده لازم نشتغل لهم تمام طيب لو في حالات تقويم مثلا لو حالات متابعات بتاع التقويم احنا السلك بيبقى مركبينه الواير ده بيبقى مركبينه اللي هو بيبقى له فتره معينه لو زاد عنها بيعمل ايه اضرار تالت حاجه عندك لو في نزيف بقى في اللثه او في نزيف جامد جاي من اسنانه ده برضو محتاج ده حاجه طارئه في تورم موجود او ورم ده برضو حاجه طارئه تمام في كسور في الفك ده برضو حاجه طارئه يعني الحاجات اللي هي ما ينفعش نستنى عليها لكن مثلا واحد يجي يقول لي عايز انضف جير لا مش هنضف عايز اعمل ايه يعني. ابتسامه عايز مش عارف ايه مش وقته يعني معلش انا اسف حضرتك كنت فين قبل الازمه الجير ده ما طلعش امبارح يعني ما هو مش موجود دلوقتي يعني هو كان موجود قبل الازمه كويس طيب ايه الاجراءات الوقائيه اللي المفترض الناس تتبعها وهي رايحه عياده الاسنان اول حاجه الماسك ده حاجه مهمه جدا اللي هو الكمامه العاديه اللي هي السيرجيكال ماسك اللي هي الزرقاء المتوفره دي بتحميهم يعني بتحمي الاشخاص تمام طبعا غسل الايد تمام دي حاجه مهمه جدا الجلوفز انا لما بيجي لي حد بجلوفز بقلعه الجلوفز اصلا قبل ما يدخل الغرفه عندي في الريسبشن عندنا جل بيغسل بيعملوا ايديهم بيعمل ديس انفكشن لايديه وعندي كمان الاكره بتاعه الباب انا اللي بفتح الباب للمريض بنفسي ما بخليهوش يلمس حاجه تمام وقبل ما يعني يدخل الاوضه بطهره كمان بكحول تمام يقعد على الكرسي بقى نشوف احنا هنعمل ايه يمضمض الاول بميه اكسجين دي تمام بعد كده وهو خلاص احنا خلصنا الجلسه بطهره برده بكحول وبديله ماسك من عندي او هو لو عنده لو معاه ماسك بيلبس الماسك وهو مروح بتقيس درجه حرارته ولا لا طبعا ده اساسي لو درجه حرارته عاليه شكرا خلاص اتفضل ايه النصايح اللي انت تحب تقدمها للناس في نهايه الفقره توجيهات تحب تقول لهم ايه يعملوا ايه بشكل عام وتحديدا في تخصص طب فم والاسنان احنا دلوقتي في ازمه الازمه دي ان شاء الله هتمر تمام بس محتاجه ان احنا نحافظ شويه ومحتاجه ان احنا مننا ما نستهونش بنفسنا تمام ولا نستهون بالناس الكبار اللي موجودين عندنا ولا بالاطفال اللي موجوده تمام ننزل للضروره نتبع تعليمات الوزاره ونتبع الناس اللي هم الحكومه اللي هي مطلعه القرارات الصح او السليمه تمام عشان ما ننقلش عدوى لاي شخص ولا ناذي نفسنا لان دلوقتي تقريبا المستشفيات كلها اتملت تمام بالنسبه لطب اسنان انا موجود او اي دكتور اسنان غيري موجود
عيادات الأسنان ما تخافوش منها. عيادات الأسنان قبل كورونا أصلا بيعقموا وبيعقموا جيد جدا، وفي عيادات يعني ما شاء الله عليها تمام. ما تروحش عيادة الأسنان إلا للضرورة القصوى اللي هي ألم في العصب مش مستحمله، كسر في الفك، تورم، نزيف تمام. لكن انت رايح تعمل تنظيف جير او تعمل هوليود سمايل او تعمل تركيبات، ده مش وقته خالص يعني. هو هيبقى ولا زمان ولا مكانه، هيبقى في تعقيم وهيبقى في كل حاجه، بس مش وقته يعني. احنا اتمنى يعني ان انا اشتغل وكل حاجه، بس يعني انا بحافظ على صحتك وبحافظ على صحتي. كويس. دكتور عبد الله العيدي، اخصائي طب وجراحه فم والاسنان، انا بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معانا، وبشكرك لمعلوماتك القيمه في هذا التخصص اللي انا بعتبره من فاكهه الطب. متشكر جدا دكتور عبد الله، بشكرك واشوفك ان شاء الله باذن الله على الف خير ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، الفقره القادمه كلمنا النهارده عن الحاله النفسيه والمزاجيه والازواج في البيت والمسرح. الفقره الثانيه اتكلمنا عن القلب، وامتى اروح لدكتور القلب، وايه الحاجات اللي لازم تتوفر فيا كمريض حسيت بيها لازم اروح، وامتى ما اروحش. الفقره الثالثه اتكلمنا عن طب الفم والاسنان، وامتى اروح لدكتور الاسنان، والاجراءات الواجب توافرها واللي لازم اعملها عشان اروح لدكتور الاسنان. الفقره الرابعه ما نسيتش الجمال، زي ما اتكلمنا عن القلب واتكلمنا عن الاسنان، جمال الوجه، البشره والشعر و كيفية الاهتمام بيهم في ظل عدم خروجنا من البيت، وفي ظل عدم قدرتنا على الحفاظ على ده من خلال ان احنا سواء بنات ما بتقدرش ان هي تروح بشكل مستمر للبيوتي سنتر او مراكز التجميل، او الشباب ما بتنزلش برضه بشكل مستمر. فقره جايه هيكون معايا استاذه نوره خبيره التجميل، فانتظرونا. ورجعنا لكم مره ثانيه ومكملين معاكم فقره الجمال. زي ما انا بهتم دايما بالصحه النفسيه والصحه البدنيه والصحه الجسديه، ايضا انه الجمال او الشكل الكويس والاهتمام بالشكل بيدي سعاده كده للشخص. يعني بنت لما بتعمل شعرها او تعمل ميك اب حلو او شكله جميل، او تهتم بضوافرها، او تهتم بمش عارف ايه، الموضوع ده بيفرق معاهم جدا وبيبسطهم. كمان الرجل اقل شويه في التفاصيل، اقل شويه في الحاجات اللي ممكن يعملها، بس اكيد الموضوع ده بيفرق معاه، بيزود احساسه بالراحه النفسيه. كمان المراه زي ما هي بتحب تشوف نفسها جميله، بتحب تشوف الراجل اللي معاها ان هو يكون جميل. الموضوع ده بيبصوا يا جماعه بيفرق جدا، ولو اي حد قال لك لا المهم مش عارف ايه، لا الموضوع ده بيفرق وبيديهم احساس كده ان هي بتكون مبسوطه. كمان ما ينفعش يهتم بنفسها وهو ما يهتمش بنفسه. النهارده هنهتم بالاثنين، عشان كده معايا الاستاذه نوره الحسين خبيره التجميل. برحب بك يا نوره. اهلا وسهلا. الجمال دايما الناس كلها يعني مهتمين بجمال البنت، بس يعني البنت يعني كل برامج التجميل بتتكلم عن شعر البنت، ايدين البنت، بشره البنت، وانا بصراحه الموضوع ده مضايقني بقى. فهبدا بقى بايه الحاجات اللي المفترض في ظل الازمه الحاليه، وان الناس ما بتنزلش وما فيش مراكز تجميل فاتحه كتير، او على الاقل في فترات متباعده والوقت قليل، فالناس ما بتقدرش تروح، وفي ناس ممكن تبقى خايفه. شايفه الناس تعمل ايه الفتره دي؟ شايفه ان الناس في البيت حاجات عاديه جدا ممكن نطلع منها، ماسكات في البيت للشعر للبشره. لازم كل واحده ماسك البطيخ، لا مش بطيخ، لا في ماسكات تاني. لازم كل واحده تهتم بنوع، تعرف نوع بشرتها الاول. اول واحد يجيبوا الغسول المعين لنوع بشرتهم، او الصابونه اللي بيستخدموها الطبيه لنوع البشره بتاعتهم سواء دهنيه او عاديه. في ماسكات طبيعيه جدا في البيت، زي مثلا ممكن نجيب الفراوله لو البنت، بقى هتكلم على البنت الاول. لا بقى انا متحيز جدا للرجل في الحته دي بقى، بس ماشي نتكلم عن البنت. ممكن نتكلم على الاثنين في الاول. لازم الاول طبعا في حاجه اسمها مقشر للبشره اللي هو السكراب، مش لازم نجيب برودكتس غالي، احنا ممكن نعمله في البيت. زي ممكن نجيب شويه سكر يكون عادي، وشويه زيت زيتون، سكر وزيت زيتون او جونسون، ونقشر بيه بشرتنا. جونسون هو بتاع الاطفال الصغير بالظبط، يعني المتوفر عندنا.
ونقشر بشرتنا مره في الاسبوع لازم. والشف البنت الشفايف طبعا ماشي. والولد ممكن بس لازم طبعا نشيل كل ماشي. الجلد الميت الاول اللي في البشره علشان خاطر نحط الماسكات والبشره تكون نظيفه. مش هينفع طبعا نحط الماسك والبشره مش نظيف يعني. لازم تنظف البشره كويس بالظبط. ونجيب الماسك ممكن نعمل ماسك الرز. الرز حلو جدا للبشره بيصفي البشره. الرز ماسك الرز عادي انا باكله ده. انا اخر معلوماتي عن الرز لا دلوقتي بيعملوا منه ماسكات سواء للراجل او للست. بنجيب معلقتين رز وضعف الكميه على نار هاديه حاجه كده صغننه كده نحطها على نار هاديه. وبعد ما بيبرد بنعصر الرز. بنجيبه بنعصره وبناخد الماسك اللي نزل من رز ونحط بيه ماسك وربع ساعه 10 دقائق او ربع ساعه ونشطب بشرتنا. ده بينور البشره جدا بيصفيها سواء ماسك الرز. ماسك الرز حلو جدا للبشره. طبعا بس مش معروف قوي يعني لسه الحاجات دي طالعه يعني لسه ماسك الرز طالع. الهالات السوداء في حاجات كمان للهالات. نعمل ايه بقى؟ الخيار نجيب الخيار للراجل او للست. رز وخيار لا ماشي. احنا بنعمل حاجه يعني ممكن ماسك الرز دوت لبشرته مثلا عاديه او كده. لو حد عنده هالات احنا ممكن نعمل حاجه للهالات حلوه برضو في البيت زي ماسك البن. هقول لك ماسك الخيار وماسك البن ماشي. البن للهالات للبشره وللهالات برضو الهالات السوداء اللي تحت العين الناس اللي ما بتنامش كتير وبتسهر والكلام ده بالظبط. هنجيب بن عادي وميه قلب. بن وميه وميه في نوع بن معين ولا اي؟ لا اي بن عادي بس. بن عادي وشويه ميه ونقلبه ونخليه بس اللي هو يبقى تقيل شويه ونحطه على البشره. الهالات السوداء حلوه قوي برده من 10 لحد ما ينشف وتفركه كده خلاص دي وتغسل وشنا. مراعي انت الحاله الاقتصاديه بتاعت الناس حاجات يعني في البيت اقتصاديا ويقدروا ان هم يحافظوا على بشرتهم وعلى جمالهم كمان بالظبط. الحاجات تاني برده للهالات السوداء زي الخيار. نجيب الخيار نحطه في الكبه او نبشره ونحط معاه شاي اخضر. شاي اخضر نعمله نغليه ونسيبه يبرد والاثنين مع بعض نحطه مكعبات نتلجه. كل يوم لو مشيتي على الهالات السوداء لمده شهر كل يوم بالليل من 3 أسابيع لشهر الهالات هتختفي تماما. دي البنت بقى البنت اللي عايزه بشرتها تكون كده وردي كده وحلوه ماسك الفراوله. الفراوله حلوه جدا للبشره اللي تخلي الخدود كده مورده والشفايف البنات برضه للبنات. احنا قلنا بقى للراجل بقى الرز ماسك الرز هو الراجل حياته قليله هناخدها في اخر الحلقه مشكله اصلا ما بيهتموش بنفسهم او مش كله يعني البنت ايه اللي بتحب بقى قلت ايه في الاول انه لازم يهتم بنفسه مش مش ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان جميل ان يحب الجمال وربنا جميل يحب الجمال صح. فكون ان اللي يبقى البنت تهتم بشكلها وهو ما فيش ده لا. واصلا عايز اقول معلومه صغيره للراجل بلاش الجل. الجل بيدمر الشعريه. في ناس كتير قوي جل مع المدى بيطير خالص الشعر وبيعمل صلع وليه اضرار وحشه جدا. احنا ممكن نستبدل للراجل بدل الجل في كريمات عاديه في الصيدليه يعني حاجات كتير طبيعية حلوه كريمات طبيعيه او سيروم. عايز كريم مثلا تثبت بيه شعرك كريم بلاش جل. جل وحش جدا يعني ابعد عن الجل تمام بالظبط. اول حاجه اول نقطه للراجل تمام ابعد عن الجل بالزبط. نكمل طيب المراه اتكلمنا عن البشره طيب كل بشره البشره الدهنيه والبشره الجافه كل بشره من دول هل تنصحي لكل بشره؟ طبعا اكتر المصريين البشره الدهنيه نصايح للناس اصحاب البشره الدهنيه. البشرة الدهنية هو ماسكات الخيار عامة حلوة قوي للبشرة الدهنية. لازم تبعدي عن احنا لازم نهتم داخليا قبل خارجيا. انت ايه اصلا اللي بيطلع الحبوب في البشرة؟ اكيد أيوة. المواد الحافظة لا ده كويس اكل الشيبس كتير البيبسي التوتر الزيادة عن اللزوم الشطة الكتير بتعمل حبوب في البشرة اصلا بتسقط الشعر التوابل كتير والعصبية لازم نهدى شويه. العصبيه اكتر حاجه بتعمل حبوب للبشره وبتوقع الشعر بطريقه رهيبه الاسترس عامه فلازم نبعد عن الحاجات دي. وبعد كده نبتدي بقى نهتم واحده بره. لو مش هتقدر تروح سنتر اللي هي تعمل تنظيف بشره لان طبعا مش هينفع ان انا اعمل تنظيف بشره في البيت يطلع زي ما هروح في السنتر واحده بروفيشنال تعمل لي باجهزه مثلا ديرما بين بالظبط اللي هو النتواج والحاجات فلازم كل حاجه وليها تخصصها. لو مش هعرف اروح في الايام ديت احنا بنعمل في البيت عادي اللي هي بتفتح مسام بشرتها لو ما فيش جهاز اللي هو الستيم حله صغير حله ميه نغلي فيها ميه نغلي فيها ميه وشويه كده بفوطه نفتح بس المسام اللي هي موضوع فوطه سخنه اللي بيتعمل ده هو ده تعمل فوطه سخنه حاجات عاديه خالص لحد بس ان شاء الله ما الدنيا ترجع تاني وتتحرك وكده لازم تروح تعمل تنظيف بشره في السنتر كويس. ابتدي بقى الماسكات بقى والبشره تكون كويسه. انا النهارده هروح سنتر او هروح مركز تجميل. مركز التجميل ده يدخلوا ناس والناس دول معرضين او ممكن يكونوا جايين باي فيروس.
ايه المركز اللي انا اروحه يبقى متوفر فيه ايه عشان ادخله، وانا رايحه ايه اللي مفترض اعمله عشان احافظ على سلامه صحتي، ما اروحش اعمل بشرتي واصيب بفيروس؟ لا طبعا احنا ان شاء الله يعني باذن الله ربنا يطلعنا من الازمه دي على خير ان شاء الله باذن الله. لازم وانت قبل وانت رايحه الماسك بتاعك، ولازم الجلوفز بتاعك اللي انت تلبسي الماسك والجلوفز، دي اهم حاجه دي ليك انت. ثانيا وانت داخله اول ما بتخشي، يعني مثلا عندي في السنتر البنات كلها لابسين الماسك بتاعهم والجلوفز، لازم المكان بنجيب حد مخصص يعقم لنا المكان، المكان ابسط حاجه الكحول، كحوليات شغال عندنا، ديتول، كل الادوات متعقمه في جهاز التعقيم، كلور مخفف للكراسي، لازم من كل كلاينت. طب سؤال عشان اتسالته كتير بقى، تمام هقطع كلامك، اتفضل. الكحول بينشف الايد ده؟ لا الكحول المضروب. المضروب في الكحول انواع، في كحول نزل اليومين دول اللي هم بيضربوه، اما بيترش على الايد بيعمل الايد بينشف على طول في الايد وبينشف الايد بعد كده. لا في اللي هو الكحولات الاصليه اللي هو اصلي كده دوت، اول ما بترشيه بتحس ان هو اصلا ما فيش حاجه خلاص، في سيرم كده بيبقى سيرم، بيبقى في حاجه، بيبقى في زي لا هو اول ما بترشيه خلاص انت عقمتي ايدك واصلا ما بقاش موجود بيصير، لكن اللي بيفضل على الايد دوت وبتحسي ان هو عمل زي تلزيق كده، لا ده مضروب، ده مش كويس. لا طبعا كويس نبعد عنه. طيب رحنا مركز التجميل ولقينا مركز التجميل معقم او البيوت سنتر او المكان اللي احنا رايحين فيه، ايه اللي انا بقى المفترض انا كحد رايح المركز او كبنت رايح المركز اعمل ايه؟ يعني ايه اللي انا التزم بيه؟ اولا لو انت مثلا هتروحي تعملي اللي هي حاجات الباديكير او الحاجات اللي هي تبع حمام مغربي او القسم الاسبوع عامه، لازم حاجه تكون معاكي حاجات الباديكير، في حاجات متوفره جدا سواء في السنتر هتسالي في ادوات ليا انا اخدها معايا وانا ماشيه في ادوات شخصيه، او تجيبي حاجتك معاكي، يا اما في حاجات يعني مثلا عندي في السنتر في حاجات الوان باي وان، حاجات اللي هي بطلعها استخدم لها بيه وبتترمي، ولا تاخديها معاكي بالظبط واحد وتترمي على طول بالظبط. يا اما بالحاجات تكون محطوطه قدامك في جهاز تعقيم وتتاكدي ان هي طالعه من جهاز التعقيم او متعقمه قدامك، غير كده لا يعني حتى سواء في الايام ديت او ان شاء الله ربنا يطلعنا الازمه دي او في اي وقت تاني لازم اصلا. بس دلوقتي طبعا اشد بكتير فعلا. كويس، ايه تاني؟ يعني ايه تاني؟ ايه الحاجات اللي ممكن، هل لازم تلبس كمامه وهي رايحه؟ هل لازم طبعا هي تبقى لابسه واللي قدامها لابسه، ما هو انت برضو احنا بنخاف على نفسنا وعلى العميل اللي داخل وعلى اهالينا، فاحنا لازم نكون التعقيم والنظافه الشخصيه للبنت سواء الشغاله بقى اللي بتشتغل او اللي جاي، لا هي بقى هي كده كده الماسك بتاعها ودنيتها واكيد هي مهتميه بنفسها، لكن انا بتكلم على البنات اللي عندي او اللي شغالين، لازم طبعا يعني الدنيا تكون متعقمه والمكان نظيف والادوات كلها متعقمه، غير كده ما ينفعش. اتكلمنا عن البشره، الشعر، اخبار الشعر ايه؟ يعني اخبار الناس اللي عندها تساقط في الشعر او عندها شعرها مثلا في مشاكل محتاج ينعم شويه، او ايه الحاجات اللي بتنصحيهم بيه برضه في البيت في ظل الازمه الحاليه والناس ما بتقدرش تنزل كتير، يعملوا ايه؟ سواء للبنات ايوه او للولاد للبنات حلقه للبنات فقط لا هقول لك على حاجه، لو انت شعرك هايش او مقصف وصفه حلوه جدا للشعر، هتجيبي 3 معالق زيت زيتون او زيت جوز هند مع معلقه زيت خروع، زيت الخروع حلو للشعر بس لازم يتخفف، فهنجيب معلقه زيت خروع مع 3 معالق زيت جوز هند مع نص معلقه بذر الكتان، لا بذر العنب، بذر العنب، بذر الكتان يعني ده حاجه ثانيه لفرد الشعر، هو بيتباع عند العطار، بيتباع لوحده، بذر العنب مع 3 معالق جوز هند او زيت زيتون مع معلقه خروع، بتتحط في ازازه كده بخاخ، وبعد كل شويه 3 معالق 3 معالق ايه؟ جوز هند، عشان بس ما لحقش تكتب 3 معالق جوز هند مع معلقه زيت خروع، كويس تمام، مع نص معلقه بذر العنب، كويس، الدول يتحطوا في بخاخ كده، بعد كل شاور تحطه، بعد كل شاور بيتلم معاها مش عارفه زي كده ده السؤال انا هم اللي بيسالوا مش انا هيلم معايا التقصيفه في الشعرايه، هيلم معايا الهيشان، هيظبط معايا شعرها، لو عايزه تفرد شعرها بذر الكتان بقى، هو بذر الكتان اصلا للفرد، هتجيب بذر الكتان وتغليه، وبرضه الولد في الايام ديت طالعين اخيرا اخيرا الولاد اللي بيعملوا شعرهم كيرلي كتير او شعرهم باظ من كتر ما هما بيعملوا كيرلي او عايزين برضه بذر الكتان حلو جدا، بياخدوه يغلوه وبعد ما بيغلوه بيبقى عامل زي الجيلي كده، بيعصروه بياخدوا الجيلي دوت اللي فيه، يا اما تخففيه بزيوت زيت زيتون او اي حاجه زي ما تحبي او زيت عطر اللي انت بتحبيه،
وتحطيه وتحطيه على شعرك وتبتدي بقى تعملي التسريحه اللي انت عايزاها، يا اما بتاخديه كده زي ما هو. لازم يقعد نص ساعه على الشعر مفروض بالطريقه اللي انت عايزاها. لو عايزاه ويفي مثلا بتعمليه كده عشان يفضل زي ما هو، عايزاه ليس بتعمليه تلفيه الطاقيه بتاعت زمان دي. اه ما تطلعش بره البيت لما تعمل كده. لا طبعا بتبقى بالليل قبل ما تنام. الليل قبل ما تنام. اه قبل ما تنام على طول. طيب الناس بقى اللي شعرها دايما بيقع، عمال يقع عمال يقع، في حاجات كتير للتساقط. بس برضو ارجع اقول التساقط اسباب كتير. لازم لو تساقط داخلي لازم نعرف المشكله الاساسيه ازاي، يعني فين. عضويه مثلا. بالظبط. ممكن يكون الغده، ممكن يكون مشاكل في الغده، ممكن يكون نقص حديد، فيتامين. فانت لازم تعرفي مشكلتك الاساسيه فين عشان نبتدي نشتغل. لو مشاكل، لو مش مشاكل داخليه، مشاكل مثلا بره بتستعملي نوع شامبو مثلا مش حلو، بتسرحي شعرك بطريقه غلط، الميه السخنه تبعد عن الميه السخنه تماما مش حلوه للشعر، كذا كذا حاجه لتساقط الشعر. كويس. ده كده بالنسبه للبشره وبالنسبه للشعر. طيب الحاجات اللي بتعمل المانيكير والباديكير والايدين والحاجات دي، هل بقى في منها انواع؟ هل في منها فعلا حاجات بتضر الايد او بتضر البشره؟ البرودكتس طبعا الرخيصه كلها طبعا بتضر. النقطه دي تحديدا لان انا بقى معدي بقى حاجات ب 8 جنيه و12 جنيه و16 جنيه لا دي نوايه دي. ايه الحاجات دي بقى؟ يعني ايه الموضوع؟ حسيت ان الموضوع رخيص وموضوع جميل يعني. ف ما هو ده بالنسبه للمانيكير يعني. لا بالنسبه للحاجات اللي بتحط الكريمات او دهانات او حاجات بتحط كده يعني الحاجات دي، اي حاجه رخيصه فهي وش مش حلوه يعني. كل ما حاجه غليت. ايه اللي بنات تجيبه؟ ايه اللي بنات يعملوه؟ لو على الايد مثلا في ماسكات برضو في البيت، ماسك البطاطس. ايوه انا بعمل حاجات في البيت. ماسك ايه؟ البطاطس. احنا كده خدنا ماسك الرز للبشره. ما انا بجيب لهم حاجات اقتصاديه. وخدنا ماسك ال 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 القهوه. في ماسك الفراولة. والفراولة، الفراولة حلوة ان احنا نعمل نجيب عصير الفراولة انا وانت مثلا. احنا عندنا عصير، عصير فراولة ونجمده نحطه في قوالب كده وكل يوم بالليل. حلو قوي، تخلي بشرتك كده فراولة حلوة جدا موردة. نفس لون نفس لون الفراولة بالظبط. كويس. طيب نخش بقى على ماسك على ماسك البطاطس. البطاطس بنسلقها، وبعد ما بنسلقها بنخليها كده تبرد نفضل بقى اللي هو نضغط عليها جامد لحد ما نخليها عجينه خالص. بنحط عليها زيت زيتون. البطاطس حلوه ان هي فيها فيتامين كتير وبتفتح معانا البشره والحاجات اللي هي بتبقى غامقه في الصوابع وفي الايد. حلوه برده لو هتتعمل مره في الاسبوع لمده شهر. انا عن نفسي عملتها كانت نتيجتها حلوه قوي. ايه النصايح اللي انت تحب تقدميها للناس في الفتره اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي؟ يشربوا ميه كتير. كويس. جدا. ميه حلوه قوي. اليانسون. ليه بقى اليانسون؟ اليانسون مفيد عامه لكل حاجه في الجسم، وكمان عشان خاطر الفيروس الايام دي. هو الفيروس اصلا ضعيف جدا، لازم ما نهتم بنفسنا. احنا اللي ضعف ولا الفيروس اللي ضعيف؟ لا الفيروس اللي ضعيف. احنا عمالين نقع. الناس بتقع كل شويه. ما هم عشان مش مهتمين بنفسهم، يعني مش مهتمين بالغذاء الصح والمناعه القويه، وان هم يشربوا سوائل كتير، وان هم الكحولات والماسكات. ما في ناس كتير قوي مستهونه بالموضوع. لازم كل واحد طبعا الماسك بتاعه ويهتم والكحول عشان ان شاء الله ربنا يعني يعديها على خير. كويس. واحنا قاعدين بقى في البيت قلنا مجموعه من الماسكات، ماسك الرز، عيدهم تاني. الرز. عشان هنعيدهم تاني. من تاني. هنعيدهم تاني. ماسك الرز بيعمل ايه عشان نختم بيهم؟ تمام. عشان بس الناس اللي ما لحقتناش في الاول تلحقنا في الاخر ويعرفوا كل ماسك بيعمل ايه. ماسك الرز، ماسك الفراوله، ماسك الخيار، ماسك القهوه، ماسك البطاطس. تمام. خمس ماسكات قلناهم مهمين جدا نختم بيهم الحلقه بتاعتنا. ماشي. اوكي. اول حاجه ماسك الرز. انا اول حاجه هقولها المكشر اللي انا ما قلتوش. احنا ممكن نعمل مكشر ببرتقان. قشر برتقان نجيبه من عند العطار. لو مش هنلاقي البرتقان نجيب برتقان عادي. احنا طبعا في فواكه كتير عندنا. قشر البرتقان يسيبه 3 ايام بره في حته ضلمه، يعني مثلا في درج او اي حاجه، بحيث ان هو ينشف ونجيبه وندقه يطلع معانا القشر دوت. ده بيبقى سكراب. هنحط عليه سكر، سكر يكون ناعم او ملح يعني اي حاجه فيه، وشويه زيت. ده مكشر، ده لازم مره في الاسبوع عشان نشيل فيه الجلد الميت. انا لو ما نضفتش بشرتي وبشرتي كويسه انا الماسك مش هيعمل معايا اي نتيجه. كويس. الماسكات بقى. ماسك الرز. أيوة. هنجيب معلقتين رز. أيوة. وضعف الكميه بتاعه الرز هنحط ميه. وفي نار هاديه يعني يا دوب بس كده غلوه، ونطفي عليهم نسيبه يهدى وناخد ونعصره وناخد الخلاصه بتاعه الرز دي ونعمل بيها ماسك لحد ما ينشف ونغسل بشرتنا 10 دقائق لربع ساعه. ماسك الرز. ماسك الرز. ماسك البطيخ. ماسك
الخيار 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 والشاي الليبتون ده للهالات السوداء. احنا بنجيب خيار بنحطه في الكبه، لو ما فيش كبه احنا ممكن نبشره عادي، وبناخد البشره ديت مع نعمل كوبايه شاي اخضر تمام، ونسيبه اللي هو ليبتون او اي حاجه ونسيبها على جنب تبرد، بعد كده نحطهم في قوالب اللي هو قوالب التلج دي، وناخده كل يوم بالليل على الهالات السوداء، بيفتح معانا الهالات دي من ثلاث اسابيع. ويظبط موضوع الهالات السوداء ده خالص، ناس كتير بتشتكي منه. طبعا ماسك القهوه بنجيب قهوه وشويه ميه دافيه او ميه عاديه، وبعد كده بنخلطهم كويس قوي مع بعضيهم، معلقه قهوه مثلا وشويه ميه، نخلطهم لحد ما تبقى عجينه على حسب انت بشرتك او على ايدك، هو برده بيفتح الايد جدا. ونحطه على البشره مع الهالات السوداء برده، او الاماكن الغامقه عموما في الجسم. القهوه حلوه جدا الاماكن الغامقه، ونحطه يا اما الهالات يا اما البشره ونسيبه شويه، والقهوه ذات نفسها حلوه للشعر. احنا تمام. ممكن نعمل الاثنين مع بعض، حاجه للشعر نغلي مثلا كوبايه قهوه، ناخد الميه بتاعه الشعر القهوه، ناخد كوبايه القهوه ديت خليناها خلاص نسيبها تهدى من غير سكر، هنغلي كوبايه قهوه من غير سكر، هناخد الميه بتاعتها نحطهم على شعرنا، والطفل بتاع القهوه دوت هنحطه على بشرتنا. مننا عملنا ماسك لشعرنا ولبشرتنا، ماسك لبشرتنا ربع ساعه من 15 دقيقه ل 20 دقيقه نغسل شعرنا ونغسل بشرتنا. نور خدنا منك خمس ماسكات سهلين، اي حد يقدر يعملهم في البيت، التكلفه قليله جدا، الرجاله هتفرح ان هي مش هتدفع. الفراوله حلوه جدا للبنات، هيتبسطوا بيها قوي. عشان الخدود. نور الحسيني خبيره التجميل، انا بشكرك جدا يا نور، وكل سنه وانت طيبه ودايما حضرتك طيب. مشاهدينا الكرام، الفقره الاخيره من فقرات اليوم مفتوح على شاشه قناه صحه وجمال، اتكلم عن الكوتشنج. الكوتشنج ده مفهوم جديد من ضمن المفاهيم اللي هي قديمه بره ولكن مستحدثه في العالم العربي. ايه هو الكوتشنج؟ تاثيره بيعمل ايه على الافراد وعلى الاشخاص؟ وازاي احنا ممكن نستفيد منه؟ ده اللي هنعرفه مع استاذه يمنى حطاب في الفقره الاخيره من فقرات اليوم مفتوح على شكرا صحه وجمال. ورجعنا لكم مره ثانيه، والفقره الاخيره من فقرات اليوم مفتوح على شاشه قناه الصحه والجمال، ودايما الفقره الاخيره هي الفقره اللي انا بحب اختم بيها ودايما اقول وختامه مسك. زي ما اتكلمنا على الجمال اللي بره، واتكلمنا عن الصحه البدنيه وعن الاسنان وعن القلب، هنختم الفقره بالجمال الداخلي. ازاي انت تكون جواك بني ادم متصالح مع نفسك؟ ازاي تكون قادر تكير بحالتك النفسية والمزاجية عشان مش بس الأزمة دي متأثرش فيك، لا عشان حياتك بعد كده تبقى بتديرها بشكل صح. كلمنا معانا النهاردة عن الكوتشنج، وإيه هو الكوتشنج، وإزاي ممكن الكوتشنج يساعدنا في حياتنا. أستاذة يمنى الحطاب لايف كوتش، برحب بيك. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا أستاذة. أهلا بيك. إيه هو الكوتشنج في الأول عشان الكلمة تكاد تكون مش متوفرة أو مش مفهومة عند كتير من الناس؟ الكوتشنج هو أي حد عايز يغير حياته للأحسن، أي حد عايز يلاقي أحسن نسخة منه، فهو الكوتشنج هو أكتر طريقة أو أحدث طريق دلوقتي، لأنه بيتعامل مع النفس البشرية، بيتعامل مع الفكر، وبيتعامل مع الجسم. إحنا المدرسة بتاعتنا كون أكاديمي بتتعامل بالسوماتيك سينجنج، اللي هي علاقتي بجسمي، علاقة صحتي النفسية بجسمي. يعني جسمي ده بيقول لي رسائل كتير جدا. أولا الجسم بعرفش يكذب، أنا ممكن أقول كلمة لكن جسمي يقول عكسها. لما بنعرف اللينك بقى اللي بيربط بين كلامي وبين جسمي وبين حالتي وبين افكاري، هو ده المجال بتاع الكوتشنج. كويس. اللي عايز يغير نفسه، اللي عنده اي مشكله، بس هو مش بيتعامل مع الامراض النفسيه، يعني الامراض النفسيه دي ليها الدكاتره النفسيه بتوعها والاخصائيين، هو بيتعامل مع الناس الأسوية اللي عندهم مشاكل او اضطرابات في حياتهم، مش عارفين ياخدوا قرار، عندهم مشاكل في الثقه بالنفس، مش عارفين يتأقلموا مع الوضع اللي احنا فيه دلوقتي، كلنا قاعدين في البيت وكلنا. يعني عايز تقولي ان الكوتشنج هو علاقتك بنفسك قبل ما، وازاي تفهمها وازاي تتعامل معاها وازاي تفهم الروابط اللي جواها. بالظبط، هو الوعي الذاتي، ازاي اعلي الوعي بتاعي بنفسي الاول
وانا العالم الداخلي بتاعي لو فهمته انا هقدر اتعامل طبعا مع العالم الخارجي بكل سهوله. هي جمله تكاد تكون صغيره بس هي كبيره. بالظبط. ازاي اعرف العالم الداخلي بتاعي وازاي اقدر اتعامل مع العالم الخارجي؟ كلام عظيم. هي الفكره كلها ان انا الاحظ نفسي. أيوة. انا لو لاحظت نفسي هو انا بتصرف في التصرف ده كده ليه؟ مش دايما علشان الشخص التاني عمل، مش دايما علشان الشخص التاني قال فانا عشان كده قلت، لا، هتلاقي دايما ورا كل سلوك عندي بعمله وراه احتياج، وراه مشاعر هي اللي بتحرك سلوكي. لو حد غلط فيا وانا رديت عليه مش علشان هو غلط، انا علشان بقتص لنفسي، علشان حاسس ان انا كبير فما ينفعش حد يهني، او علشان حاسس ان انا صغير فما ينفعش حد يقول لي كده. ايا كان الرياكشن فهو وراه دايما احتياج. فهو ده بقى الوعي الذاتي. انا لما بفهم انا قلت كده ليه وعملت كده ليه، ده بيخليني مجرد ملاحظه التصرف او ملاحظه السلوك بيخليني بعد كده انا بعرف اتحكم في نفسي. انا بعرف انا اعمل كده ليه، اقدر اعمله او اقدر ما اعملوش. هو بيجي من هنا بقى التغيير. طيب. الوعي انا النهارده ناس بشوف ناس بتنزل الشارع وعارف ان نزوله في الشارع خطر عليه وخطر على اسرته، تفتكر ايه الاحتياج النفسي هنا اللي ممكن يكون بيخليه فعلا ينزل الشارع وهو اصلا ونازل وعارف انه ده ضرر وده فيه مشكله؟ حته بقى عارف دي هي دي اللي فيها المشكله. هو فعلا مش عارف او مش متخيل ان هو ده بيتضرر الكافي، مش مدرك يعني. مش مدرك بالظبط. الوعي بتاعه ما وصلش لدرجه ان هو يبقى مدرك ان ده فعلا. احنا بنراهن على الوعي. بنراهن على الوعي هي. دي الوعي مجرد ما يتحرك من سلمه، الوعي درجات عندنا كلنا، يتحرك من سلمه لسلمه الانسان بيتطور في حياته وبيتقدم فيها. فهي لما يكون حد عارف ان ده فيه خطر وخطر فعلا هو مدركه وواعي بيه، طبيعي سلوكه هيتغير. السلوك. فاحنا هنا بنقول كلنا بنراهن على الناس، على وعي الناس، على وعي الناس. طب هل انت عارف وعي الناس في الحته دي واقف فين؟ واصل لفين؟ يعني انت ما تراهنش على حاجه انت لسه مش عارف بالزبط. مستوى الوعي عند الناس اصلا في الجزئيه دي فين؟ بالظبط. هو كويس. بقى الوعي ده غير بقى ان كل واحد بيبقى عنده احتياج. ممكن حد يبقى عنده طبعا وعي بس احتياجه اقوى، هو محتاج ينزل عشان شغل او علشان ضروره، او حتى هو شايف انه ممكن لما ينزل يقف مع اصحابه هي دي بالنسبه له ضروره. بالنسبة له بتغذي احتياج عنده، ان هو حاسس بوحدة او حاسس بملل فبتغذي احتياج عنده. فهي برضو في الاول في الاخر الوعي. كويس. ازاي بقى ارفع الوعي عند الشخص ده اللي هو اصلا هنا دلوقتي ما بقاش بيضر نفسه بس، هو بقى بيضر الناس اللي حواليه؟ وده بيخلينا يعني اتذكر حاجة بمناسبة الوعي. يعني مجموعة من الناس عزموا بعض في رمضان، 12 شخص تقريبا، 13 شخص، ياكلوا ويفطروا مع بعض. تقريبا خرجوا كلهم مصابين. الوعي هنا فين او نرفعه ازاي؟ او تفتكر الناس دي الكوتشنج ممكن يوظف ده ازاي او يشتغل عليه ازاي؟ والله الكوتشنج بقى احنا بنعمل مبادرات دلوقتي وبنعمل، بس هي المشكله ان الكوتشنج لازم هو اللي يجي، انا مش هينفع انا اروح له. احنا بنعمل فيديوهات. ما هو الوعي لازم هو يدرك ان هو محتاج وعيه يرفع. هي دي النقطه. زي اي حد ما ينفعش يتعالج نفسيا غير هو لازم هو اللي يروح للدكتور. كويس. ما ينفعش نعالجه اونلاين. فلازم هو اللي يروح. فلازم الانسان هو اللي يبقى مش عالجه اونلاين. ما ينفعش عالجه من غير ما هو يبقى عاوز اونلاين يتعالج. هو ايوه انا قصدي بس فكره العلاج اونلاين يعني. لا هي هو لازم يكون هو عايز وهو اللي يجي بنفسه. يعني انا في جلسات الكوتشنج اول حاجه بسالها هدفك ايه من الكوتشنج. هي دي. لو دي ما جاوبهاش ما مش بينفع اكمل الجلسه. لازم يبقى هو عنده هدف ولازم يبقى هو عنده رغبه في ان هو وعيه يزيد. هو ده اللي بيخلينا نتحرك، رغبته هو وتغييره. لان انا في الكوتشنج انا ما بديلوش حلول. انا ما بقولوش اعمل. اي حد بيجي لي بمشكله، ثقه بالنفس، تدخين، خسسان، اي مشكله انا ما بقولوش، ما بديهاش مثلا رجيم او بديله مثلا مفيش انظمه غذائيه او انظمه نفسيه ازاي تبطل التدخين او ما الى ذلك. انا ده يبقى توجيه او استشارات، مش مجالي. انتوا بتعملوا ايه؟ انا بخليه هو يطلع الحل من جواه. هو ما يعرفش؟ لا يعرف. كلنا جوانا خبير استراتيجي عارف حلول مشاكلنا كلها. ممكن تبقى عندي مشكله وعند حضرتك نفس المشكله بس انا حلها عندي غير حلها عندك، لان انا دماغي غير حضرتك وافكاري ومعتقداتي وتربيتي وديني كلها مختلفه. فحلولي هتمشي في سكه وحلولك هتمشي في سكه تانية خالص، وبالنسبه لي صح وبالنسبه لك صح، ودي هتتحل ودي هتتحل. ممكن مستوى الوعي بتاعه مش مساعده انه يحل مشكلته. ما هي دي بقى، هو بيجي بقى ساعتها للكوتشنج. الكوتشنج بيرفع مستوى الوعي فبالتالي هيعرف يحل مشكلته. فهي الفكره ان هو لما يعرف نفسه ويبدا انا بالاسئله بتاعتي
يبدا يعرف هو عايز ايه، ويعرف هو اهميه الهدف بتاعه واهميه الحياه اللي هو عايشها واهميه المشكله اللي هو جاي فيها واحتياجاته وامكانياته. كل الحاجات دي هو بيعرفها في الكوتشنج، دي مش حلول عندي انا، دي عنده هو. مجرد ادراكه لنفسه بيخليه يحل مشكلته، وبيحل كمان اكتر من مشكلته، يعني بيكتشف حاجات تانية كمان طبعا. ما هو بيخرج، انا في ناس بتبقى جايه بهدف وتخرج بهدف تاني خالص، زبط لها حياتها في حته تانية. يعني مثلا من ضمن قبل ما ناخد المثال ده خلينا ناخد صوت تليفون. استاذ طارق اهلا بيك. مساء الخير يا دكتور خالد، اسعد الله ايامك وكل عام وانتم بخير. جزاك الله كل خير، اتفضل. اهلا بحضرتك. خليني الاول اشكر حضرتك على البرنامج الراقي الجميل وصوتكم الجميل في معالجه القضايا اللي بتمر بها الامه، وضيفتك الرقيقه الجميله الواعيه واللي شايله الهم. انا بشكر حضرتك على اختيارك لضيوفك وعلى الموضوع الجميل واسلوبكم الراقي في طرح القضيه. انا بشكرك جدا يا استاذ طارق، ودايما ان شاء الله باذن الله نكون عند حسن ظنكم باذن الله. ربنا يبارك فيك، طول عمرك برامجك طيبه وجميله واختيارك جميل في لضيوفك، وشايف انه حاجه عاليه جدا جدا يعني، واسلوب راقي وتعامله مع الموضوع بجمال وبشياكه. وعايز اقول انه موضوع رفع الوعي موضوع كلنا بنحتاجه، فانت دايسين على الوجع. انا بدعي انقطع الاتصال مع استاذ طارق، ولكن كان بيتكلم ايضا على رفع الوعي. طبعا انا بشكره على شعوره تجاه طريقه معالجه القضايا، اتمنى طبعا ان كل الناس او كل اعلام يقدم اعلام بنفس المنطق وبنفس الطريقه. اتفضلي. فهي الفكره ان مثلا بيجي حد من ضمن الامثله، يعني كانت في اول بدايه الحظر وكده، كانت حد جاي بتقولي انا عندي مشكله، كان هدف الجلسه ان هي عايزه تعرف تستغل الوقت بتاعها ازاي في المشكله دي. وصلت مع الكلام ومع بقى بنحفر وبنجيب من جوه وبتعرف، وصلت لهدف تاني خالص، ان هي مش عارفه يعني ايه راحتها اصلا، هي مش عارفه ازاي بتستريح، هي مش عارفه بالنسبه لها اجازه يعني ايه. فبدات تفكر طب ايه الحاجات اللي لما تعملها هتستريح فدي تبقى بالنسبه لها اجازه. وصلت لكده تاني حاجه تانية خالص، هي بدات طب يعني انت طب والهدف بتاعي؟ قالت لي لا، هدفي اوريدي هيتعرف لما انا اوصل لما انا وصلت للنقطه دي. كويس، خلينا ناخد صوت تليفون. استاذه نواة اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ نور، اتفضلي. ازاي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله بخير، اهلا بيك، اتفضلي. انا بتصل وعايزه اشكر الانسانه اللي قاعده قدامك دي. اتفضلي. هي هتعرفني من صوتي. اتفضلي. الو؟ اتفضلي، هي معاكي سامعاكي. ايوه يا يمنى. ايوه اهلا، ازيك نهى؟ اه ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله، منوره الدنيا كلها. تسلمي يا حبيبتي، ربنا يكرمك. انا عايزه اقول لكم بس قدام الناس دي كلها ان هي وقفت معايا في مشاكلي وقفت جنبي نفسيا، ويعني وقفت جنبي معنويا وكل حاجه. الحمد لله. بشكرك جدا يا استاذه نهى لاتصالك، وان شاء الله تمام. ميرسي يا نهى. طيب خلينا ناخد استاذه امال، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي، اتفضلي. اهلا بحضرتك. استاذن بس حضرتك توطي صوت التلفزيون وتسمعينا من التليفون بس. حاضر يا فندم، حاضر. ازاي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب وبصحه وسعاده. احنا استاذه يمنى منوره معانا النهارده، دي كانت زميله عزيزه معانا في محطه كهرباء غرب القاهره، وبذلت مجهود كبير في موضوع الكوتشنج، وانا عايزه اتصل بيها احييها واقول لها انت منوره الدنيا. ميرسي. هي بتشكرك يا استاذة امال، شكرا جدا لاتصالك. وكل سنة وانتم طيبين، وحضرتك طيب وصحة وسعادة، وربنا معاها في المجال الجديد اللي هي داخلة فيه. شكرا، واضح ان في دعم كتير. بشكرك جدا يا استاذة امال على اتصالك. الكوتشنج اللي بيجربه فعلا بيغير في حياته من ممكن من تاني جلسة، وفي ناس بتاخد جلسة واحدة وبتبعت لي تقول لي انا حياتي اتغيرت بسبب الكوتشنج مش بسبب يمنى. كل ان هو عرف نفسه او عرف هو محتاج ايه، خلاص شايف ان هو ده لب الموضوع، اكتشف نفسه. في ناس بتعمل سلوك وبتفضل تكرره، هي مش عارفه بتعمل كده ليه، لما بتكتشف بتعمل كده ليه بتوقف السلوك الغلط ده وبتبدا تشوف الحياه بمنظور مختلف. يعني انت شايفه انه الاساس في الشخص نفسه او الاساس اللي بيعتمد عليه الكوتشنج هو فكره ان انت تعرف انت محتاج ايه، تعرف انت نفسك بالزبط. ايه تعرف انت جواك ايه بالزبط. عشان تقدر ان انت تقرر في حياتك، لان ممكن الانسان يبقى عايش حياته كلها ومش عارف هو عايز ايه. عايشين على الكوبايلوت، عارف حضرتك اللي هو على الطريق، احنا ماشيين عايشين، بنصحى الصبح بنروح الشغل احنا متبرمجين. لما بنقف بقى وبتلاقي اسئله على قد بساطتها الناس بتتصدم، يعني طب لما اقول لحد هو انت ايه الحاجات اللي بتخليك مبسوط؟ سؤال بسيط جدا بس هو فعلا يكاد يكون عادي مش جدا. عارف هو فعلا هو ما وقفش مع نفسه مره وفكر
ايه اللي بيبسطني عشان يبدا بقى يحدد في علاقاته، يروح مع الانسان ده عشان الانسان ده بيبسطني، او ابعد عن الانسان ده لان الانسان ده بيسبب لي قلق. فسؤال صغير ممكن يحدد عليه علاقات ويحدد عليه طريقه وضع اهداف. كويس استاذ يمنى، قبل ما نختم الفقره بتاعتنا، ايه النصايح اللي انت حابه توجهيها للناس بشكل عام، وازاي ان هم يقدروا من خلال الكوتشنج يقدروا ان هم يطوروا ويحسنوا من حياتهم؟ كل الموضوع ان هو لما يحس ان هو عايز يتغير لازم يبدا يدور على حد بروفيشنال، مش اي حد، عشان هي الكوتشنج دلوقتي بقت الناس كتير بتمتهنها. عايز تقولي انه الكوتشنج لازم حد متخصص في الكوتشنج؟ بالظبط، لازم حد متخصص دارس معتمد من الاتحاد الدولي للكوتشنج، علشان فعلا، لان فعلا للاسف الناس بتستغل الموضوع ده بطريقه وحشه جدا دلوقتي. كل حد دلوقتي بيقرا كتاب بيقول على نفسه كوتش. هي الفكره ان يروح لحد فعلا ذو ثقه ودارس، ويبدا هو نفسه يغير من نفسه، وان هو يبقى عايز ده عشان ما يظلمش الكوتش، عشان ما يظلمش نفسه في الاول، لان بيدخلوهم في سكك تانية خالص يعني. وعشان ما يظلمش الكوتش، وفي الاول في الاخر هو وعيه لما يبدا يلاحظ نفسه هو هيتغير، لان اللي يلاقي نفسه واقف في مكانه ما بيتحركش لازم يلجا للكوتش. استاذه يمنى الحطاب لايف كوتش معتمد، انا بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معايا. ميرسي لحضرتك، ميرسي. شكرا في كل مكان. ودي كانت الفقره الاخيره من فقرات اليوم مفتوحه على شاشه قناه الصحه والجمال. في النهايه والكلمه اللي احب اختم بيها دائما وابدا، انه كلما زاد وعي الانسان وكلما ارتفع وعيه كلما زادت قيمته. كلما كنت عندك المقدره ان انت تعرف انت مين وعايز ايه، كلما كانت قدرتك على الاختيار هتكون افضل، قدرتك على المواجهه هتكون اقوى، قدرتك على حل مشاكلك هتكون احسن، هتبقى قادر تتعامل في حياتك وتستمتع فيها. دايما نقول او دايما اقول بشكل مستمر، خلي عندك شعار في حياتك. انا شعاري في الحياه دايما المستقبل انت من تصنعه، فكن دقيقا في صنعه. مستقبلك هو وعيك، ارتفع بوعيك ترتفع بحياتك ومستقبلك واحساسك اللي هو اصلا بيساعدك على التحرك وبيساعدك على الاستمتاع بالحياه. ان شاء الله باذن الله اشوفكم في فقرات قادمه اخرى على شاشه قناه صحه وجمال. لحد ما اشوفكم مره تانية، لكم مني كل التحيه والتقدير. انا خالد صقر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.